بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في لقاء جديد مع ملوك الصالات. الحقيقه لقاءنا النهارده احنا مش طالعين عشان نغطي احداث منافسات، ولكن طالعين عشان نكرم ابطال. ابطال الحقيقه اتحطوا في موقف صعب، يعني ما كانوش يحسدوا عليه، وفي اقل من 24 ساعه حولوا التاخر لفوز، واستطاعوا ان هم يحسموا بطوله مهمه وبطوله غاليه في بدايه المشوار. انا بتكلم على ابطال كره السله. الحقيقه لعبوا يوم الجمعه والسبت مباراتين. المباراه الاولى كانت مع نادي الجزيره الذهاب، وكان مع المرتبط والفريق الاول. المرتبط فاز، الفريق الاول خسر بعد ان كان متقدم بحوالي 20 نقطه او اكثر، 21 نقطه، وخسر المباراه بفارق نقطه واحده الفريق الكبير. طبعا كان صعب جدا كابتن طارق خيري والجهاز الفني واللاعبين انه يحول الهزيمه او التاخر لمكسب على فريق هو بطل الدوري السابق نادي الجزيره في اقل من 24 ساعه. ولكن الصعب تحقق في رايي انا الشخصي، او كل الناس المتابعين وضيوفنا كانوا في استوديو التحليل امبارح تابعوا ده. الحقيقه كان العامل المهم هي الروح، روح الفانيله الحمراء. والنهارده كل اللاعبين على صفحاتهم على الفيسبوك او الجهاز الفني كان بيقول روح الفانيله الحمراء. والحقيقه استطاعوا خلال 24 ساعه يحولوا الهزيمه، والهزيمه مش بشكل طبيعي. كانت الهزيمه بعد ما بكون متفوق ب 20، زي كرة مثلا واحد يكون كسبان 4-0 ويخسر في الاخر 5-0 5-4، بيبقى الموضوع فيه احباط، مش بس هزيمه، لا هزيمه باحباط. تخيل انت بتحول هزيمتك دي واحباطك ده، عايز تحوله لتاني يوم لمكسب. حققوا المعادله الصعبه. رجال المرتبط برضو قال لك احنا هنعمل اللي علينا، لازم. انا بقول رجال ليه؟ بالرغم ان هم مرتبط 16 سنه، لان هم فعلا كانوا رجال. كسبوا مباراتهم الاولى امبارح، ادوا هديه للفريق الاول. الفريق الاول ابتدى المباراه. انا عايز اقول لكم ان المباراه مرت بشكل، يعني كان فيه قلق كبير خاصه في الاول. الاحباط ده ممكن يترجم في الاول ان الجزيره يفرق 20 بونت، شكرا خلاص المباراه خلصت. تخيلوا فرقه بتلعب ضد الاحباط وفي نفس الوقت ضد الاجهاد، بيلعبوا فرقه عمر متوسط اعمارها اصغر كتير من النادي الاهلي، ومع ذلك استطاعوا ان هم يفوزوا. كان لازم نطلع النهارده معاهم نكرمهم، كان لازم نطلع نقرب منهم ونشوف اللحظات الصعبه كانت ايه، واللحظات الحسم كانت ازاي، وفكروا ازاي، وقالوا ايه ليله الماتش. معانا طبعا نجوم من فريق المرتبط ونجوم من الفريق الاول، معاهم مجموعه من الجهاز الفني. خلينا نتقابل معاهم ونشوف هيقولوا ايه، ويوضحوا لنا حولوا ازاي وعملوا المهمه الصعبه ازاي خلال 24 ساعه. بس الحقيقه عندي خبر كان لازم نطلع بيه بانترو، ولازم يعني وفاء من النادي الاهلي. وعمر ما النادي الاهلي بينسى ابنائه. طبعا المرحومه حبيبه حسن لاعبه النادي الاهلي اللي وفاتها المنيه، كانت لاعبه ناشئه عمرها 14 سنه، توفت من حوالي شهر رحمها الله في حادث سير اليم بالقرب من منزلها. واحنا غطينا هذا يعني في قناة النادي الأهلي، وكان بيعتصرنا الحقيقة الحزن لصغر سنها ولخلقها العالي اللي أشاد بها كل الناس. فكان الصدمة كبيرة، والصدمة كانت علينا قاسية كتير. احنا عرفنا ان في نادي حدائق الأهرام في دورة تنشيطية بتقام هناك على روح الفقيدة، وهناك الكابتن إبراهيم فرحات مدير نشاط الرياضي الحقيقة يعني بيعمل جهد كبير عشان الدورة التنشيطية دي على طبعا على اسم المرحومه حبيبه حسن تخرج بشكل كبير. فكان لازم يكون معانا طبعا كابتن ابراهيم فرحات مدير النشاط الرياضي طبعا بنادي حدائق الاهرام عشان نعرف منه تفاصيل الدوره التنشيطيه. اهلا بك يا كابتن ابراهيم. بحضرتك حبيبي يا اهلا بحضرتك طبعا على قناه النادي الاهلي، ونحب نعرف تفاصيل الدوره التنشيطيه وهتبتدي امتى وتنتهي امتى يا كابتن. يا مرحبا كابتن هيثم سعيد، اهلا بحضرتك. انا ليا الشرف يعني قبل بس ما اقول على المرحومه حبيبه، واحنا قد ايه طبعا احنا زعلانين، وقد ايه احنا لينا الشرف ان احنا ننظم بطوله زي دي. عايز اهني بس الكابتن محمود الخطيب على رئاسه النادي الاهلي، لان في صداقه قديمه بيني وبينه في الملعب وغير الملعب. يعني الله يبارك في حضرتك، ونتمنى ان شاء الله كابتن محمود يكون سمعنا، واكيد طبعا يعني ان شاء الله مباركه حضرتك دي حاجه جميله. ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. عايز اقول لحضرتك ان احنا كنادي كان عندنا الحته بتاعت الاستضافه دي، كان عندنا حقيقه كان عندنا الاستاذ احمد مصطفى والاستاذ احمد نافع رئيس المنطقه، وجم النادي عندنا وقابلناهم، واحنا اللي اتكلمنا في ان احنا عايزين نعمل حته الاستضافه دي للاعبه حبيبه المرحومه حبيبه حسن. والحقيقه النادي عندنا
عامل جهد كبير والمجلس عاملين جهد كبير. قابلنا الكابتن مجدي كمال عضو مجلس اداره ونائب الرئيس وكابتن طارق الدين، الناس دي الحقيقه قابلوا الاستاذ احمد مصطفى الاستاذ احمد نافع، واحنا فرحانين بالاستضافه دي كنادي نادي حدائق الاهرام. الحقيقه احنا اليد ماشيه عندنا بشكل كويس، بس حاجه زي دي هتبقى اضافه لينا ان شاء الله يا كابتن هاني. طب هي اعمارها السنيه الفرق المشاركه قد ايه يا كابتن ابراهيم؟ ان شاء الله عندنا الاعمار السنيه 2007 بنين و2007 بنات و2008 بنين. احنا مشتركين مع نادي 6 اكتوبر في نفس هم واخدين سن واحنا واخدين سن، دول السن بتاعنا اللي احنا واخدينه عندنا خميس وجمعه وسبت ان شاء الله يا كابتن هاني. طب هيبقى في يعني مراسم تسليم جوائز؟ هيبقى في دعوه مثلا لاسره الفقيده؟ حضرتك هيبقى في تسليم جوائز؟ اتفضل يا كابتن ابراهيم انا سامع حضرتك. احنا عندنا المجلس عامل احتفال جامد جدا بالنسبه لاهل المرحومه، وان شاء الله هنسلم جوائز. الاستاذ محمد دافع رئيس النادي مهتم جدا بالموضوع، والاستاذ مجدي كمان نائب الرئيس، والاستاذ طارق الدين، وكل اعضاء المجلس ان شاء الله هيبقوا موجودين في الافتتاح، وعاملين استعداد جامد جدا، لان طبعا دي بالنسبه لنا احنا وبالنسبه للنادي الاهلي حاجه توأمه احنا فرحانين بيها الحقيقه، واحنا هتعمل لنا جو كويس اكيد يعني. اكيد كابتن ابراهيم فرحات طبعا مدير نشاط الرياضي بنادي حدائق الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا على المبادره الجميله، واكيد هنكون ان شاء الله متابعين لهذه البطوله، وربنا يا رب يرحم الفقيده ويصبر اهلها ان شاء الله. ولن ننسى طبعا يعني طبعا لحظات حزن كانت شديده كبيره مرت على اسره كره اليد، مش اسره كره اليد بس، وكل النادي الاهلي. الحقيقه في خبر تاني حابب انتقل اليه سريعا، مصطفى عسل لاعب الاسكواش في النادي الاهلي شارك في بطوله انجلترا المفتوحه، والحقيقه فاز بالمركز الاول تحت 17 سنه. الف مبروك يا مصطفى. ومصطفى كان ضيفنا من حوالي شهرين في القناه، وكان متعاقد مع النادي الاهلي او رجع النادي الاهلي بعد فتره غياب، وزي ما احنا عارفين الاسكواش في طفره كبيره جوه النادي الاهلي. بطوله انجلترا تعتبر بطوله عالم مصغره، لان اللي بيشارك فيها بيبقوا لعيبه رانكد، مش اي لعيب يقدر يشارك في بطوله زي دي، بيشترطوا ان يكون من احسن خمس لاعبين في بلده. فطبعا البطوله دي بتعتبر يعني بطوله عالم. اكيد مصطفى هيكون معانا في ملوك الصالات، لان احنا الحقيقه بنبقى سعداء جدا لما بيكون ولاد النادي الاهلي بيشرفوا النادي الاهلي ويشرفوا مصر في المحافل الدوليه. الحقيقه لازم نطلع فاصل سريع عشان استقبل بقى ضيوفي، يعني اللي هم زي ما بيقولوا اصحاب الفرح النهارده، اللي هم صحاب الانجاز دوري المرتبط لكره السله. هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم نستقبل فيه ضيوفنا. صباح الخير، صباح النصر، احنا ملوك السلة في مصر. تلك هي العبارات التي رددها الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي لكرة السلة، سواء الفريق الاول او المرتبط، خاصة بعد التتويج ببطولة دوري المرتبط للموسم الثاني على التوالي. اثبت فريق الاهلي لكرة السلة انه الاحق بان يكون رقم واحد في مصر، بعدما نجح في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، متفوقا على اندية سموحة وسبورتنج والجزيرة، وهي أندية لها وضعها في الألعاب الجماعية عكس كرة القدم. فريق المرتبط بالأهلي بقيادة المميز أحمد الجرحي فاز في جميع مبارياته بالدوري، وهو ما يعكس عن حالة الانسجام والتجانس بين اللاعبين والجهاز الفني الشاب. وبالنسبة للفريق الأول فقد حقق الفوز في معظم مبارياته ولم يخسر سوى ثلاث مباريات فقط. طارق خيري المدير الفني للفريق الأول أكد على سعادته بتألق لاعبيه واحتفاظهم بلقب دوري المرتبط للموسم الثاني على التوالي، مؤكدا على أن فريق المرتبط يبشر بمستقبل مميز لكرة السلة بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني. بينما أوضح إسلام علي المدرب العام للفريق الأول أن الفوز بالبطولة يعد إنجازا في ظل التحديات التي واجهت الفريق، متمثلة في تغيير نظام المسابقة، وهو ما فرض مزيدا من الضغوط على اللاعبين والأجهزة الفنية. رجعنا البعيد للصالة.
بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفنا الابطال اللي شرفونا في الاستوديو. معايا طبعا الكابتن احمد الجرحي مدير الفني لفريق مرتبط 16 سنه بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن احمد. اهلا كابتن ايسام، اهلا بحضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك، اداء رجولي و الحمد لله يعني شغل عالي قوي. الحمد لله، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ومعايا طبعا لاعب الفريق محمد حازم، اللاعب يعني المكوكي صاحب الروح العاليه. اهلا بك يا محمد. الف مبروك يا حبيبي. ومعايا طبعا مؤمن طارق خيري، احد نجوم الفريق ونجم الفريق في المباراتين اللي فاتوا كمان. منور يا مؤمن. من حضرتك والف مبروك يا حبيبي. الله يبارك. يمكن اروح على طول لكابتن احمد. طبعا يعني ثلاث سنين يا كابتن احمد ما شاء الله ماسك فريق 16 سنه، خساره مباراه واحده في ثلاث سنين، بالرغم ان السنه دي كمان كنا بنتكلم انا وانت قبل الموسم وقلنا يعني اقصى تفاؤلنا يبقى لو خدنا ثالث رابع. طبعا انجاز زي ده ان انت يبقى عندك المشوار والفرق دي كلها الحمد لله ما تخسرش ورا مباراه، الموضوع ما جاش صدفه يا كابتن احمد. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله احنا بنحاول نشتغل ونجتهد يعني على قد ما ربنا بيدينا، فالحمد لله يعني ربنا بيوفقنا في الاخر. وده مش مجهودي لوحدي، ده مجهود من بدايه من اداره النادي، النشاط الرياضي، الجهاز الفني الدرجه الاولى، مدير قطاع الناشئين كابتن طاهر رجب، المدربين اللي مسكوا الاجيال دي قبلية. يعني انا بستلم لعيبه برضو بيبقى عندها الاساسيات كره السله، شغلنا كلنا بنكمل بعض، انا بحاول ان انا اسلم اللي بعديه يعني الولاد اكون ضفت لهم. فالحمد لله يعني رب العالمين العمل كله عمل جماعي، والحمد لله يعني هي دي روح النادي الاهلي ان احنا كلنا نشتغل مع بعض عشان في الاخر بنفرح كلنا مع بعض الحمد لله. اتكلمنا عن مشوارك يا كابتن احمد السنه دي، انت كان عندك قابلت سموحه وقابلت الاتحاد وقابلت الجزيره وقابلت سبورتنج، وكلهم كان عندهم مرتبط قوي، وان انت تمشي تكسب 12 مباراه من 12 مباراه الموضوع ما كانش سهل. يعني قول لي مشوارك كان ازاي؟ الحقيقه احنا ما كناش محظوظين في القرعه خالص، يعني تقريبا احنا في البدايه الناس كلها قالت الاهلي يعني مكانه ثالث رابع، كان في ناس يعني احباط، يعني بيجي لك احباط، بس احنا فصلنا الفرقه وفصلنا نفسنا عن الكلام ده كله. اتمرنا يعني موتنا نفسنا خمس شهور عشان نتمرن. كان معنا في المجموعه نادي الاتحاد السكندري، طبعا نادي الاتحاد السكندري على طول فرقه مميزه في الناشئين، قدرنا ان احنا نتسوى في القاهره في اسكندريه في دور الثمانيه. طبعا في طبعا معنا نادي الشمس في المجموعه، معنا الاتصالات في المجموعه وقدرنا نتخطاهم برده رايح جاي. قابلنا في دور الثمانيه نادي السموحه، فريق قوي جدا مدعم فرقته بلعيبه من نادي سان مارك، يعني يعتبر سان مارك وسموحه اكنهم فرقه واحده. منتخب نادي بالظبط، وكانوا مرشحين ان هم فعلا يبقوا يعني يوصلوا لمكان ابعد من كده. قدرنا ان احنا نفوز عليهم في الماتشين الحمد لله. نادي سبورتنج قابلناه، وده تقريبا كان فاينل ما بين الفرقتين في 14 سنه ما في الجيل ده، وفرقه محترمه جدا معاها مدرب كابتن مودي شمس، مدرب هايل عامل معاهم شغل كويس جدا. ماتشين كانوا ايكوال جيم، يعني ماتشين ممكن انا اكسب ممكن هو يكسب، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفوز بمباراتين. وصلنا للنهائي وكان الضغط علينا بقى في النهائي ان احنا لعبنا كل ده، ونادي الجزيره كان ما لعبش يعني حد من الفرق دي، فكان الى حد ما هو يعني ما كانش عليه اللود اللي علينا. قدرنا الحمد لله ان احنا نفوز عليه في الماتشين، وماتشين كانوا كلوز جيم. كابتن اسامه السيد طبعا عامل شغل كبير معاهم بصراحه، الولاد ما كانوش كده قبل ما هو يمسكهم، عمل شغل كبير معاهم وقدرنا ان احنا نفوز بالمباراتين. بس ده اللي احنا اللي انا دايما كنت بكلم فيه الولاد، ان احنا يا جماعه الدرجه الاولى معرض ان هي تقع. ماتش سبورتنج، ماتش اتحاد، ماتش الدرجه الاولى منافستها اقوى كمان. صحيح. فلازم نكون احنا الدافع والحافز ان هم واقفين في ظهرهم، واقفين في ظهرهم، ان احنا على طول احنا اللي مدينهم الثقه ومدينهم الحماس قبل ما يلعبوا يلاقونا ان احنا كسبنا. لازم ان احنا وفي بقى كل ماتش من دول يعني، وحاجه اتكلم هقول لك السيناريوهات اللي كانت قبل ماتش سبورتنج قبل ماتش الجزيره واحده واحده. بس برضو لازم اسمع وجهه نظر محمد. يعني محمد
انتوا كنتوا بتخشوا المباريات انتوا بتلعبوا قبل الفريق الاول، ماتشكم بيبقى اربعه الفريق الاول بيلعب سته، ده كان بيبقى عبء نفسي عليكم، انتوا لسه صغيرين منكم 14 سنه في 15 سنه، في يعني كنتوا شايفين ده ازاي؟ هل ده كان حاجه انتوا فرحانين بيها ولا كان بيبقى عبء نفسي عليكم؟ طبعا كنا فرحانين ان احنا كل مره بنتخطى حاجه يعني مركز اصعب من المباراه اللي بعدها، بس طبعا كابتن احمد كان بيحمسنا وكده، فالماتشات كانت صعبه، لازم نساعد الدرجه الاولى لان رغم الاصابات وكل الحاجات اللي بتمر بيها، فكان ماتشاتنا نفسيات صعبه طبعا لان احنا ما ينفعش نخسر، كان كل ماتشات لازم نكسبها. خلينا اقول برضو انتوا يعني لازم بيبقى في تعليمات من المدير الفني، ساعات في لعيب ممكن يلعب في لعيب ممكن ما يلعبش، يعني برضو هل كان يعني الروح مترابطه؟ لا طبعا كان كل الفرقه بتحب بعضها، ما فيش الكلام ده خالص ما بيننا، كان كلنا بنشجع بعض، كلنا روح واحده، كلنا بنساند بعض، ما كانش في خالص الكلام ده. كان طالع منكم ولا تعليمات من كابتن احمد؟ لا طبعا مننا، وطبعا كابتن احمد كان بيقول لنا، بس احنا من غير ما حد يقول لنا، احنا كلنا كنا مع بعض بنشجع بعض كل ماتش، كلنا روح، وكلنا كنا بنشجع الفلسطين برضو بعد الماتش بتاعنا، كانش في اي لو اي حاجه. بس اصلا محمد ما شاء الله عليكم يعني والله بجد تاتش وود، يعني 12 مباراه السنه دي كسبينها بدون ولا هزيمه، في الوقت اللي انتوا يعني بتقابلوا سموحه بدا الموسم بيدي الفرق 30 و40 بونت فاهم المطالب بتاعهم، وتروحوا تلعبوا سموحه تكسبوه وتيجي تكسبوه، كلمني كنتوا بتقولوا لبعض ايه؟ طب انتوا رايحين الماتش يعني كلمني انتوا كلاعيبه كنتوا بتعملوا ايه؟ وكان في قلق طبعا، كان في خوف قبل كل ماتش، بس ده طبعا كان بيعدي. احنا كنا بننزل الماتش اول كارتر او كارترين كنا في قلق طبيعي، انما بنخش اول ما بنخش في مود المباراه كان خلاص مفيش اي حاجه، بننزل كانه اخر ماتش لينا. كابتن احمد بيقول لنا كده طبعا قبل كل ماتش، انزلوا كانه ده اخر ماتش ليكم ولازم تكسبوا كل حاجه، فالحمد لله كل حاجه بتعدي. طب الدفاع، كلمنا عن الدفاع، انتوا كنتوا بتبقوا نازلين عارفين قيمه الدفاع وان لازم ما يخش فيكم باسكت ويعني كلمني برضه طبعا عن الدفاع. احنا ربنا لو مش وفقنا في الاتاك، احنا اهم حاجه ان احنا ندافع، وطبعا بالوقت احنا هنبدا نجيب باسكت، لكن الدفاع اهم حاجه في الماتش طبعا. برافو عليك، يعني الكلام ده يعني انت سنك صغير بس الكلام ده الحقيقه يعني واضح ان كابتن احمد يعني محفظكم مظبوط يعني ولعلمك الكلام ده هيفرق معاك قدام ان شاء الله، يعني يبقى عندك فكر بالفكر ده يبقى يعني برافو عليك. خلينا اقول لك يا مؤمن برضو انت ما شاء الله يعني لعيب كويس ولعيب امكانياتك البدنيه كمان عاليه في سنك، فعليك مسؤوليه كبيره ودي اول سنه ليك مرتبطه يا مؤمن. انت بينك وبين نفسك قلت هساعد فرقتي ازاي؟ هعمل ايه عشان اكسبها؟ والله هو الحمد لله كابتن احمد بدا معانا في الاول شويه حاجات معينه تصلح لكل حاجه، بعد كده بدانا نحسن نفسنا بنفسينا، نحط حاجات في دماغنا. انا طالع انا اصغر، بس انا لاعب مع الفرقه دي قبل كده، كنت بتساعد معاهم تحت 14 سنه وخدت معاهم بطوله الجمهوريه تحت 14، فيعني مش قلق، بس تخش الاول خايف شويه، دول اكبر منك سنيا، هم ممكن يكونوا اقوى كده، ف يعني ربنا بيكرم واحده واحده، بتشتغل انت على نفسك لحد ما ربنا يكرمك. طب خليني اكلمك برضو في حته ثانيه يا مؤمن، يعني يمكن كابتن احمد وظفك في اماكن وبوزيشنز غير اللي كنت بتلعب فيها قبل كده، يعني انت اول سنه السنه دي نشوفك بتلعب مثلا جناح، ممكن تنزل، يعني تغيير المراكز ده ما تعبكش ما قلقكش وانت في السن الصغير ده؟ لا انا يعني انا من صغري انا ممكن العب في اي بوزيشن عادي، يعني اي مركز عايز يعني المدرب عايزني فيه بلعب، انا بلعب، انا ما بخافش عادي، مش حاسس بقلق، مش حاسس لا بقلق. عادي خالص. يعني انت عامل زي باباك بالظبط ابوك بس باباك ما كانش طويل طبعا، باباك كابتن طارق خير المدير الفني الفريق الاول طبعا، بس يعني انت واخد الجينات مظبوطه، طالع يعني ما شاء الله عليك يعني. طب قول لي برضو شفناك على تاتا بونت، يعني مش عايزها كتير، انت شويت، بس كان عندك شطك بحساب، يعني شفناها في الماتشين اللي تابعناهم في الجزيره، هل ده كان حرص زياده ان انت ما فيش كره تتشاط في مكانها، ولا دي كانت تعليمات؟ يعني برضو قول لي اتكلمنا على الحته دي. هو الاول كانت تعليمات من كابتن احمد، ان انا اول يعني من اول مجموعات انا ماتشين الاتحاد انا شايط كتير جدا، اي نعم جبت، بس يعني في كور كتير ما كانتش تتشاط وشوطها غلط، وماتش سموحه نفس الكلام، وسبورتنج نفس الكلام، فخلاص بقى يعني ده النهائي كل كره بحساب بالظبط، فيعني مش هخسر فرقتي عشان انا عايز توصل للمربع، يعني انا خلاص دي فرقه احنا عايزين نكسب كلنا، انا مش هخسر فرقتي مثلا عشان عايز اجيب سكور، مش هخسر فرقتي لان انا عايز ارفع يعني الناس تبقى عارفه مؤمن، لا انا فرقتي الاول بعد كده انا نفسي. برافو عليك. مش بتعامل ان انا نجم الفرقه، ان انا ابن المدير الفني فانا عالي عليهم كده، لا هي انا زيهم بالظبط. صحيح. فدي المعامله اللي خلتنا الحمد لله نكسب. صحيح. طب برضه ارجع لك يا محمد، برضه انتوا سنكم صغير وممكن في لحظات يبقى عليكم عبء نفسي، يعني فريق الدرجه الاولى خسر اول ماتش وانتوا كنتوا كسبانين، فرجعنا يعني كان خطوه قدام ورجعنا خطوتين لورا، تاني يوم لو خسرته
هتحط عبء كبير جدا على الدرجه الاولى انه لازم يكسب عشان يعمل ماتش فيصل، فبرضه ده عبء نفسي عليك وانت لسه سنكوا صغير. يعني قول لي كابتن احمد قال لكم ايه، سيبك من كابتن احمد معانا، قال لكم ايه قبل الماتش، قبل ماتش امبارح قال لكم ايه؟ امبارح احنا طبعا كنا اتضايقنا جدا ان فيصل خسر حتى بالطريقه الغريبه دي اللي حصلت في اخر ثانيه. 21 بونت ونخسر قدر ربنا، بس الحمد لله احنا طبعا اتضايقنا جدا. بس ثاني يوم كابتن احمد قال لنا كل حاجه وقال لنا لازم نشجعهم بعد الماتش. احنا قعدنا موتنا نفسنا بره في المدرجات واديناهم. لا انا عايز اعرف انتوا كنتوا قاعدين في معسكر مع الفريق الاول صح؟ طيب لما اكيد كابتن احمد عمل اجتماع، عمل لكم اجتماع بالليل ولا ثاني يوم؟ لا ثاني يوم. ثاني يوم قال لكم ايه في الاجتماع؟ سيبك بقى من ان احنا قال لكم يا اولاد انسوا ماتش مثلا ده جوه. طبعا بالليل كانوا بيعيطوا، كانوا بيعيطوا كلنا جايين من الماتش بنعيط. خبر ابيض حتى اللي جايين من يعني مش جايين مش ولاد النادي، احنا كريم وجايبينهم. لا اللي بيبين روح النادي الاهلي فعلا كابتن هيثم ان اي حد بيجي بيخش على طول جوه الفرقه. عندي لعيب دودو يعني اسمه دودو جاي من نادي الصيد، بقاله بوينجارد بوينجارد جاي معانا بقاله 5 شهور. دودو يعني دودو كان بيعيط يعني موت نفسه حبيبي. ده دليل على ان هو فعلا النادي الاهلي مختلف. النادي الاهلي اللي بيخش قلت كلمه حلوه عجبتني امبارح في الانترفيو اللي عملناه معاك بعد اللقاء، قلت فضيله النادي الاهلي بتكبر اي حد حتى لو الحد ده صغير. بالظبط كبره. انت لو انت عندك 5 سنين لابس فضيله النادي الاهلي انت كبير، انت مصر كلها عارفاك. صحيح. فده اللي اثر فيا جدا ان كريم او يحيى او دودو لسه جايين متاثرين جدا بيعيطوا. كريم ويحيى جايين وادي دجله بالظبط. الحقيقه لما جم معايا في ملوك الصالات حسيت ان هم يعني خدوا روح تانية. بالظبط. يعني انا لو مؤمن عيط، محمد حازم عيط عادي، انا بالنسبه لي دول مولودين في النادي الاهلي. لكن لما يبقى لعيبه بقى لها 5 شهور يبقى النادي الاهلي فعلا مختلف. النادي الاهلي بيخش النادي الاهلي بيعدي على مكنه كده ايه مفرمه بيغير كده الجينات اللي جواه ياخد اسطمبه تمام. طب بس خليني برضو اقول لك انت كان عندك مشكله برضو صعبه كابتن احمد السنه دي، ان انت بادئ الموسم كمان عندك عجز في بعض المراكز. بالظبط. وطلبت تدعيم من الاداره وطلبت تدعيم من الجهاز الفني اللي هو طبعا رئيس جهاز كابتن طاهر ورفع الموضوع ده كابتن طارق خليل. وريني المنظومه، اصل احنا كنا بنتكلم امبارح النادي الاهلي منظومه. بالظبط. كلمني عن المنظومه ان انت بيها وصلت ان انت دعمت فرقتك. الاول احنا طبعا انا لازم هشكر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر قبل الانتخابات طبعا، لان التدعيمات دي كانت في عصر المجلس ده، وطبعا ليهم كل الشكر. وكانوا ما فيش طلب الفرقه طلبته ما تنفذش طبعا. يعني ثانيا جيل بيسلم جيله. بالظبط. ثانيا هنشكر مجلس اداره برئاسه كابتن محمود خطيب، لان فعلا يعني انا انت حضرتك عارف طبعا ان دايما حتى في المعسكرات ليفل الاوتيلات انت بتقعد الدرجه الاولى في مكان المرتبط كان، لا النادي كان بالجهاز الفني مصر ان يقعدوا في مكان واحد ويتعاملوا نفس المعامله. انت فريق 16 سنه بيتعامل زيه زي الدرجه الاولى. طب خليني ارجع لك في الحته دي، بس احنا معانا مداخله مهمه معانا طبعا نجم الحدث الكبير ده، والحقيقه اللي احنا طبعا كان نفسنا يكون معانا ولكن طبعا لظروف مرض والدته. معانا كابتن طارق خيري. ازيك يا كابتن؟ كابتن هيثم حبيبي منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. عندك هم اللي هم اصحاب الفرح اللي معاك. كابتن طارق بنقول لك الف مبروك طبعا نمره واحد. اتحطيت تحت ضغط جامد، واحنا كنا ادرى الناس بهذا الضغط اللي اتحطيت عليه. خسرت مباراه في شكل درامي في اول يوم، ومع ذلك احنا كان عندنا ثقه في ملوك الصالات ان فريق الباسكت هيقدر يتخطى هذه الانتكاسه اللي كانت محسوبه، لان طبعا كان فرق 21 بونت. كلمنا يا كابتن طارق على ال 24 ساعه دول من الخساره للمكسب. احنا بحكم ان اللي احنا لعبنا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الوقت ده، يعني واحنا بنلعب مرات علينا ظروف زي دي كتير قوي، فدي بتبقى احنا بالنسبه لنا احنا لما بنيجي مدربين بيبقى الوضع بيبقى نوعا ما انت متعود عليه، بس بيبقى في حاله من الاحباط، في حاله في يأس، حال الزعل، وده طبيعي. حتى لما كل معظم زمايلنا الكبار القدام زي هاني عمينا عم ناس كبار بالجهاز بتاعنا عايزين نلم الفرقه، ما ينفعش الم في نفس اليوم، لازم كل واحد يخرج اللي جواه، لازم تبقى متضايق. يعني صعب جدا تكلم لعيب بعد ماتش تقول له انت بعد ما كنت كسبان والقصه دي. احنا سيبنا اللعيبه طبعا، كان في محاضره نوعا ما كانت عنيفه شويه ان انت كنت كسبان وكنت خلصت بنسبه 100%، ان لو الصغيرين كسبوا ثاني يوم كان الماتش كانت ازمه طبعا كبيره جدا. انا واحد من الناس ما نمتش، نمت تقريبا في 12 دور ثاني يوم ساعة يعني 12، قمت قعدت مع احمد بن جرح وشريف علي وسلام وبتدردش في جيم النهارده. هي ساعة طبيعي، انا نفسي ما نمتش طبيعي، اللعيبة نفس الاحساس دوت. هرجع اشكر احمد جرح ورجالته اللي تعبوا جدا في مرحلته مرتبطه، زي ما احمد قال
احنا خدنا سكه صعبه جدا، كل المباريات الصغيره والكبيره ماتشات كويسه جدا. ربنا كرمهم. يعني انا قلت لاحمد حتى بعد الماتش بعيد عن الدرجه الاولى يكسب وناخد دوري المرتبط، انا كنت شايل هم تعبه وتعب فريقه في دوري المرتبط، ان لا قدر الله لو كنا خسرنا هم مش هيتوجوا، وده احساس انا يعني. انت بتخيل انت رايح تلعب ماتش عايز تكسب عشان تعمل تفرح النادي الاهلي ومجلس الاداره والناس اللي تعبت، كان مجلس قديم او مجلس جديد او نشاط رياضي او كل الناس اللي ساهمت في الانجاز دوت، انا كان همي تعب احمد وفرقته لانه هم عملوا مجهود كبير جدا في الفتره اللي فاتت، والفرقه دي اتطورت تطور غير طبيعي الثلاث اربع شهور اللي فاتوا، اذا كان بالاضافات او اذا كان اولا بشغل احمد، لان الولاد نضجوا بنسبه مش قليله، بدأوا فاهمين ازاي يدافعوا امتى وازاي يلعبوا على اللعيب، اذا كان لعيب امكانيات وشوت ولا يعني حاجات فنيه. فدي كانت حاجه من الحاجات اللي قلقان انا، يعني ضغط كان عليا انا اكثر زياده بعيد عن الضغط بتاع والدتي اللي هو بقى له 10 ايام كانت في المستشفى عامله عمليه. هي دي جول. انما نرجع للدرجه الاولى، الولاد شفت الاداء، كنا في ناس كبار في السن ودي الجرح بيلعب وهو عنده اجهاد وشد، وكان عنده كريم داشان كان عنده اصابه، طارق الغنام جاي من اصابه، الناس دي لعبت ماتشين ورا بعض. صحيح. عامل عالي جدا. صحيح. ان هم اولاد صغيرين. ده صعب جدا، ده تاهيل نفسي، زائد ان روح الفانيلا الحمراء عايز تكسب، زائد ان لا هم مش عايزين يفرطوا في تعبهم، دي حاجات كلها مقاومات. صحيح يا كابتن طارق. يعني كابتن طارق خيري مدير الفني الفريق الاول لكره السله، طبعا بنقول لك مبروك وبنشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك، كنا نتمنى تكون معانا، وبنقول الف سلامه للوالده، وان شاء الله اكيد هتكون معانا ضيف يعني في وقت اطول عشان عايزين نعرف منك حاجات كتير جوه كره السله، لان الحقيقه حصل كلام كتير اليومين اللي فاتوا على قطاع كره السله، بس احنا محتاجين نقعد معاك واكيد هتبقى ضيفنا في حلقه من الحلقات. بس ارجع لمؤمن، يعني مؤمن خليني اسال سؤال، يعني انت اكيد التجربه المرتبطه دي فادتك، ان انت ارتبطت مع الدرجه الاولى، شفت جو الدرجه الاولى، شفت الدرجه الاولى بتفكر ازاي، يعني قول لي استفدت ايه من التجربه دي؟ هو انا السنه الجايه عندي برضو مرتبط، ف يعني بتخلي الواحد يطمع ان هو السنه الجايه يبقى احسن من الجيل اللي قبليه، ان هو عشان لعب مع الجيل اللي قبليه وخد المرتبط فيكتفي السنه الجايه ويخلي زمايله خلاص يعني مش مهم انا واخد مرتبط قبل كده، لا ده انا عايز اكسب تاني وعايز يعني اوصل اسم النادي الاهلي لاعلى مكانه، ويعني حتى اوصل اسم الفرقه كلها لاعلى مكانه. فطول ما انا قاعد مع فرقتي هم اكبر، فبناخد من بعض خبرات، كلام مع الحكام، كلام مع المدرب، طريقه السياسه في الاجتماعات كده، نجمع بعض احنا ممكن. فكل دي حسيت بجو الدرجه الاولى. حسيت بجو الدرجه الاولى. طبعا مهما اتحكى لك الموضوع ده ما كنتش هتحس بيه الا اذا شفته. صحيح. طب محمد نفس الكلام ولا عندك حاجه عايز؟ طبعا قعدنا مع الدرجه الاولى تفرق، احنا يعني الخبرات والسنين والكلام معاهم كل حاجه بتدونا خبره للماتشات اللي جايه، وده طبعا انا برده مع اللعيبه السنه اللي فاتت كنت مع 2001 طبعا جيل برده ما خسرش ولا ماتش، كان مع كابتن احمد برده. صحيح. فاخدت خبره برده منهم عاليه جدا، والحمد لله ممكن هي اللي وصلتنا ان احنا ناخد دي برده، ناخد البطوله دي كمان. طب قول لي يعني كابتن طارق كان بيقول انا مش عايز اخسر عشان مجهودكم، يعني بص هو الكلمه يعني هو مش عايز يخسر الدوري المرتبط، مش عشان الفريق الاول، يعني الفريق الاول هياخد بطولات، عنده بطولات بعد كده كمان، ولكن كان عايز يكسب عشان خاطركم، يعني الكلمه دي فرقت معاك؟ طبعا احنا اول الموسم كان كل الناس حطنا بره حساباتها، كان قايلين ان احنا هنطلع ثالث يا رابع، فاحنا اشتغلنا عشان اكتر عشان نثبت لهم ان احنا مش كده. صحيح. الحمد لله خدنا اول اهو، ساعدنا الدرجه الاولى، هم برده كان رغم الاصابات كده جم على نفسهم جامد، الحمد لله خدنا. محمد مين مسك الاعلى؟ انا كنت مدير الجرح. مودي الجرحي. طيب ده في الفريق الاول طبعا كابتن مودي الجرحي بره، بوينت جارد كبير طبعا. طيب بره بقى كيري. كيري. ووريرز. كيري ماشي. كيري. طيب كويس. لا بس انت قلت حد الاول. كيري. كيري تمام. وانت مين مسك الاعلى؟ ابراهيم الجمال. ابراهيم الجمال ده. طب بره مصر؟ لا بره مصر كوبي براينت. بس كوبي بطل بقى خلاص، بقى اشوف لك حد تاني. ما اعتقدش الاقي حد تاني. بس مش عيب طبعا، بس انتوا على الحقيقه يعني واضح ان انتوا متابعين، واضح ان انتوا حاسين ب يعني في اجيال كتير بتيجي مش متابعه الباسكت والجديد فيه. طيب قول لي يعني خلينا اسال برضو سؤال لمحمد. محمد يمكن انت مش طويل قوي، مركزك صانع العاب، بتعوض ده ازاي؟ يعني انت شايف ان انا اقدر ازاي اكون بطولي ده او بامكانياتي البدنيه اللي هي ممكن ما تخلينيش
العب في مراكز ثانيه، ازاي تبقى في مركزك كصانع العاب مميز؟ طبعا الحاجه اللي ربنا مش بيديها لك زي الطول وكده، تقدر تشتغل عليها بنفسك كجيم وتنزل تشوت وكل الحاجات دي بتزود من نفسك كتير. برافو عليك. صح، فانا دي بتزودني، مش لازم اكون ربنا يديني حاجه. وده اللي انت ناجح فيه. الحمد لله، يعني ده اللي انت ناجح فيه ومحافظ عليها. طب امنياتك مع الاهلي ايه بقى؟ انا اوصل درجه اولى ان شاء الله. وتلعب العب في منتخب مصر كمان؟ طبعا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب مؤمن ايه ايه امانيك وطموحك مع النادي الاهلي؟ احنا عايزين بس نخلي النادي يرجع زي يعني يبقى عنده اكتر من الموجود. يعني احنا تقريبا عندنا 5 دوري ومش عارف 3 مرتبط. لا احنا عايزين اكتر، يعني احنا بنطمع اكتر واكتر. فربنا يسهل لما ان شاء الله لما نوصل درجه اولى ونلعب في درجه اولى نرجع يعني نجيب للنادي بطولات اكتر ان شاء الله. روح حلوه يا مؤمن. بشكرك يا مؤمن وجودك معايا، والف الف مبروك. ويعني مجهود تشكروا عليه، وانتوا بامانه رجاله، يعني انتوا صغيرين في السن بس رجاله. شكرا يا مؤمن، نورتني وشرفتني. محمد نورتني وشرفتني، والف الف مبروك. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل، كابتن احمد الجرحي مكمل معايا مع فرقته، وهنستقبل مجموعه من النجوم والابطال الصغيرين ابطال المرتبط. هنطلع فاصل سريع، استقبل في ضيوف الجداد وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه المكسب حلو، مفيش كلام. المكسب ولحظات المكسب بتفضل محفوره في يعني في الاذهان لفترات طويله، خاصه لما بتبقى موثقه. واحنا كقناه النادي الاهلي لما غطيناها اكيد اللحظات دي هنستعيدها، وكل ما فريق الباسكت او اي فريق يمر بكابو او حاجه هنشغل اللحظات دي عشان تاني الحماس وروح الفنان الحمراء نقول لهم ان ده حقيقه واقع ما هوش خيال. برحب طبعا بضيوف اللي شرفوني في الاستوديو، برحب بكابتن الفريق ادهم عمرو كابتن فريق المرتبط اللي شرفنا في الاستوديو. اهلا بيك يا ادهم. اهلا بكم، منورنا. الحمد لله، والف الف مبروك على امبارح. الله يرفع حياتكم. وبرحب بلاعب الفريق علي احمد. ازيك يا ابو علي؟ اهلا يا كابتن، منورنا يا حبيبي. الحمد لله. يمكن اروح يعني لادهم، انت كابتن الفريق من السنه اللي فاتت كنت موجود وسافرت السنه اللي فاتت معاهم دبي وشاركت في البطوله الوديه الذي الاهلي بعتنا فيها، ونفس الكلام شاركت وخدت المرتبط السنه اللي فاتت بدون هزيمه وخدت المرتبط السنه دي بهزيمه. كلمني عن تجربتك في المرتبط سنتين. وطبعا الحمد لله السنه اللي فاتت كنت بلعب مع فرقه اكبر مني وكل حاجه، وكابتن احمد كان دايما بيحاول ان هو يبقى مؤهل نفسه للسنه اللي بعدها، فكان دايما بيدي فرصه للسن الصغير ان هو يلعب شويه برده عشان يبقى دايما في الجيل اللي بعديه يطلع كويس برده زي اللي قبله. فده اللي حصل الحمد لله السنه اللي فاتت، وهو برده السنه اللي قبلها كان كتير من لعيبه 2001 كانت بتلعب،
فهم خدوا ثقه ولعبوا السنه اللي فاتت وخدوا البطوله، والحمد لله احنا عرفنا نلعب السنه دي وما نخسرش ولا ماتش ونكسب البطوله برضه. طب قول لي اصعب ماتش لعبته السنه دي يا ادهم من وجهه نظرك. انا كنت شايف ماتش الاتحاد في الاول خالص، اللي هناك ولا اللي هنا؟ الاثنين كانوا صعبين، احنا كنا لسه في الاول وكنا حاولنا نأهل نفسنا وكده. وطبعا فوزنا في اللقاء ده رايح جاي كابتن احمد قال لي، واحنا ما فيش ولا مباراه خسرناها. طب قول لي يعني، خلينا برضو اتكلم على، انت دلوقتي فريق المرتبط بيبقى عمرين يعني، السنه دي 2002 2003، السنه اللي فاتت كان معاك 2000، انت كنت مع 2001. لما نص الفرقه بيمشي بيجي لك لعيبه جداد بدم جديد بروح جديده بشكل تاني للفرقه، يعني كابتن احمد وانتوا بتعملوا ايه عشان ترجعوا تاني تاخدوا شخصيه البطل؟ هي بتفرقش يعني، احنا كل النادي مترابط مع بعضه وكله عارف بعضه، وكان في لعيبه في 14 سنه كانوا بيتصعدوا يلعبوا مع، من 13 كانوا بيتصعدوا مع 14، فهو دايما بنحاول نخلي الكيمستري كويسه، بنعرف نلعب مع بعض، كابتن بيدخلنا بنعرف نلعب مع بعض ايا كان بنتاخر كويس يعني، حتى اللعيبه الصغيرين بيتمرنوا معاكم وشايفين بعض يعني، ده طلع ده جه ده، انتوا كل النادي عارف بعضه. ولما بيتم انتقاء اللعيبه في اول الموسم خلاص انتوا اوريدي لعبتوا مع بعض، فما بتلاقوش فيه مشكله خالص. لا لا بس. طب قول لي، خلينا نتكلم على مباراه الجزيره اللي هي اخر مباراه النهائيه، انتوا اول ماتش كسبتوا الحمد لله فرق 11 نقطه 73 62، فريق الكبير قعدتوا اتفرجتوا عليه خسر، عملتوا ايه لما رجعتوا الاوتيل؟ احنا كنا متضايقين جدا طبعا في الاول، بس بعد كده قعدنا نقول لنفسنا يعني لسه في بكره، واحنا ان شاء الله هنعمل اللي علينا مهما ايه اللي حصل، احنا هنكسب بكره ان شاء الله ونقعد برده نشجع الدرجه الاولى تاني. وكنا حاطين امل طبعا ان احنا كده كده يعني، هو عاملين ماتشين احنا طبيعي ممكن نخسر ماتش يعني، لا نعوض في التاني يعني. انت حتى قلت اللي علينا هنعمله وهندي الهديه تاني للفريق الاول. طب انت يعني حسيت من وجهه نظرك يعني الفريق الاول خسر ليه اول ماتش؟ يعني انت شايف ايه اللي حصل؟ هل بدلك كان في عدم توفيق؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو في الاول يعني كنا فريقين كتير، بس بعد كده بدات بدلك يعتبر الجزيره فرقت معاها شويه واحنا ما كناش موفقين قوي. بس برضو خلي بالك، هي الفكره كلها ان انتوا برضو يعني عملتوا اللي عليكم، والهديه اللي اديتوها للفريق الاول حتى بيحمسوهم، ونفس الكلام برضو بقوله لعلي. يعني علي انت لما تاني مباراة لما حصل عدم التوفيق اليوم الاولاني وبعد كده دخلتوا على اليوم الثاني ونزلتوا المباراة، يمكن من التسخين كنا شايفينكم مركزين، قلتوا ايه لبعض وحتى وانتوا بتقروا الفتحة في نص الملعب؟ طبعا احنا يعني لازم ندي الحماسة وكده، لازم مفيش طبعا ماتش نخسره في الموسم كله، لازم ندي الحماسة للفيرست وكده اللي هم ايه يعني هم ياخدوا طاقتهم من. صحيح، برافو عليك. عملتوا ايه يعني؟ قول لي بقى، نزلنا الملعب الاول الجزيرة طلعت عليكم في الاول 8 9 بونت، كلمتوا ازاي على البنش؟ يعني قول لي عملتوا ايه؟ احنا في الاول كان في برضه خضه في الفاينل وكده، ويعني العين جوعانين 10 بونت، بس كل كابتن الفرقه جمعنا وكده و يعني اتكلم معانا، كل واحد لازم يرجع لمستواه تاني والحمد لله كسبنا. طب كان في تعليمات؟ انا كنت شايف ان انتوا يمكن في تركيز على اللعب السريع اكتر من كابتن احمد، احنا حسيناه في الملعب يعني، اي حد بيفهم باسكت هيقول كان في تركيز على اللعب السريع شويه، كنتوا بتاخدوا الكره تجروا على الفاست بريك بسرعه، برضو ده كان ممكن يحطنا في مشكله لو ما كناش بنخلص. ف يعني ركزتوا ازاي؟ يعني كلمني على الفنيات، انتوا في الملعب كنتوا بتتكلموا ازاي؟ لا انا فاضي، لا اديني الحاجات اللي ما تبانش في الكواليس. يعني احنا فرقه متميزه، عندنا يعني كذا لعيب سريع، فبنلعب على الفاست بريك ماشي و بنتكلم مع بعض وكده، ايه كل واحد ما يقصرش في مكانه وكده. طب مين اخطر واحد كنت شايفينه في الجزيره يعني مباراه امبارح ان انتوا محتاجين توقفوه؟ لو وقفناه تحت الحلقه، خاصه ان انت بتلعب بلاعب ارتكاز، مين لو وقفناه تحت الحلقه هيسهلنا الدنيا خالص؟ هو اللعيب رقم 33، الكابتن احمد قال لنا لازم يعني نلعب عليه عشان نلبسه فاولات وكده عشان ايه يطلع من الاول. بس هو ما طلعش يعني، انتوا برضو لعبتوا عليه شويه، بس هو كان عنده ذكاء عالي الحقيقه وكان بيهرب من الفاولات دي. طيب خليني برضو اقول، البدايه كانت وحشه وبعد كده انتوا ظبطتوا نفسكم، كسبتوا، قعدتوا في المدرجات تشجعوا الفريق الاول، كان عندك ثقه ان الفريق هو هيكسب بامانه ولا كنت قلقان انه يخسر؟ اكيد طبعا في قلق، بس طبعا يعني ان شاء الله يعني هم في اللحظه دي لحظه البدايه الفريق الاول، انت كنت قاعد في المدرجات قلت لنفسك ايه؟ هم طبعا كانوا واقفين لحظه يعني دقيقه حداد، ولكن بعد كده انت في اللحظه دي قلت لنفسك ايه؟ هو كان في خوف طبعا، بس كنت واثق فيهم برضه يعني، هم لعيبه كبار كده طبعا يعني هيجيبوا لنا الفوز.
طب ومين مسك الاعلى في الفريق الاول؟ كابتن غنام طبعا. كابتن غنام مش انت بتلعب خمسيه يعني مفيش حد كده من بره؟ طب يا اخي قول حد كده برضو ارفع بالروح المعنويه لحد كترايا بتاع حد كترايا غنام اسطوره طبعا كابتن غنام. طب خلينا نروح لكابتن احمد برضو، احنا كنا بنتكلم قبل ما اقطع حضرتك قبل مداخله كابتن طارق خيري على المنظومه كلها زعادتك ان انت طلبت دعم تمام النادي ما تاخرش عليك. كلمني من هنا انتهاء بدور اللعيبه بتاعت الدرجه الاولى معاكم في الاوتيل. لا بص يا كابتن هيثم، يعني صراحه احنا ما كناش فرقتين، احنا كنا يعني الدرجه الاولى طبعا انت عارف القايمه بتبقى 14 لعيب والناشئين 20 لعيب، احنا كان في جهاز ومعاه 34 لعيب، ما فيش لعيب صغير ولا لعيب كبير فارق عن بعض في اي حاجه، قاعدين في اوتيل واحد الاوض جنب بعض، اللعيبه الكبيره بتطمن على اللعيبه الصغيره، تلاقي مودي الجرحي محمد يعني بيكلم محمد حازم في حاجات معينه، هتلاقي ابراهيم الجمال بيكلم مصطفى الشعفي بيتكلم مع لعيبه، الدكاتره بتاع الدرجه الاولى لو عندنا حد عيانهم بييجوا يعالجوهم، الدكتور اللي فاضي بيروح للعيب سواء درجه اولى او مش فارق معاه ده درجه اولى ولا مرتبط، فهي الروح دي هي كانت سبب المكسب. صحيح. احنا جينا طبعا بعد الهزيمه الدرجه الاولى اول يوم، مع ان انا وجهه نظري الشخصيه ان المكسب كده طعمه احلى. يمكن لو هم كانوا كسبوا واحنا كسبنا الماتش الاولاني ماتش اخير تحصيل حاصل الفرحه مش هتبقى الفرحة كبيره. الفرحه حلوه لما تيجي بعد بالظبط، الفرحه كانت كبيره قوي ان احنا خلصنا في اخر ماتش. بس ده كان عذاب اليم 24 عذاب، بس عذاب العذاب قليم. كله والتعب كله بيروح في ثانيتها. اول ما الحكم بيصفر انت تحس ان كل التعب راح. جمعنا بعض طبعا، اتفرجنا على ماتش الجزيره الاول اللي انا لعبته بالفرقه الماتش اليوم الاولاني، اتفرجنا عليه في عندي في الاوضه. اتفرج عليه نحلله في الاوضه ونشوف اخطائنا واخطاء يعني نلعب عليهم ازاي، قوه ايه في الفرقه بالظبط. واتكلمنا بعد ما خلصنا، كان كل كلامي معاهم قلت لهم يعني حتى انا يعني وانا بتكلم على البورد بقى يعني قبل الماتش انا رميت البورد على الارض وقلت لهم انا دلوقتي مش هتكلم في الباسكت، انا مش عايز الباسكت، الباسكت خلاص احنا عارفين شغلنا، القصه كلها دلوقتي انا عايز الدرجه الاولى تخش، دايما الدرجه الاولى بتيجي على الكوارتر الثالث بتاعك، انا عايز الدرجه الاولى تخش تلاقينا كسبانين وفارقين، هم ياخدوا الثقه مننا، هم ياخدوا القوه مننا، احنا لازم نبقى احنا الدافع ليهم ان هم النهارده ياخدوا بطوله. الله عليك. فالجزيره طلعت علينا في اول ماتش 10 بونت، بس ده ما كانش قلق لي لان انا الحمد لله احنا فرقتنا بعد الماتشات دي كلها ما كانش قلقان، بقى ليها شخصيه الفرقه اللي ترجع. انا اتحاد اسكندريه طلع علينا 13 بونت في اسكندريه ورجعنا الحمد لله، فرقتنا بقى ليها شخصيه ان هي تقدر ترجع في الجامعات حتى لو فرقه تقدر. وده الصعب بالظبط، وفي السن ده بالذات صعب. فالحمد لله رجعنا وقدرنا واحده واحده ان احنا نطلع في السكور وكسبنا، كانت فرحه. انا بعد ماتشنا الروح اللي انا شفتها من فرقتي انا كان عندي جوايا ايمان ان احنا ان شاء الله هنكسب في فرق الدرجه الاولى، وان الفرحه النهارده ان احنا هناخد دوري مرتبط وربنا مش هيضيع مجهودنا. بصراحه اللي زعلني اني شايف هجوم كبير قوي على فريق الدرجه الاولى. هجوم بدري، قصدي اقول لسه البطوله بدري وكبير. انا مش شفتش فرقه كسبت الاهلي 2-0، يعني كل الاهلي بيلعب كل فرقه ماتشين. يعني اقصى فرقه عملت 1-1 مع الاهلي، ودي فرقه كلها كبيره وبتصرف وعندها مدربين فنيين كبار. ست فرق بتنافس بالظبط، يعني مفيش دوري في الالعاب الجماعيه، يعني الطايره هتلاقي فرقه واثنين بينافسوا بالظبط، اليد كذلك، انما الباسكت عندك ست فرق. كابتن هيثم احنا كنا قاعدين في الاوتيل مع بعض، ابراهيم الجمال يوم الماتش الاخير رجليه انكل رجله قد كده وصلنا، ابراهيم ابو النصر صباعه بقاله 5 ماتشات بيلعب على صباعه شبه في شرخش بقى صباعه كبير جدا، يعني حتى اللي بيلعب بيلعب بالسليم بالظبط. مودي الجرحي بطارق غنام المفروض اصلا ما يلعبوش، مودي الجرحي اتمرن تمرينه واحده قبل دور الثمانيه ولعب دور الثمانية والسيمي فاينل فاينل لانه كان عنده شرخ في العظمة اللي في الركبة، طارق الغنام كان عنده جزء في اربطة الركبة، كل الناس دي ضحت وموتت انت نفسها. مصطفى الشافعي كان المفروض ما يلعبش كان مصاب، كريم الدهشان ايديه كان فيها يعني برضو عمل اشاعة لان كان فيها شك في شكل كتورمة، كل الناس دي ضحت عشان اسم النادي الاهلي عشان تيجي في النادي الاهلي. ما حسناش باي حاجة امبارح خالص، كل الناس دي الناس بتاخد حقن وبتموت نفسها عشان احنا كلنا ال 34 لعيب بالجهاز واخدين عهد ان احنا عايزين ننيم الناس النهارده فرحانه، يعني النادي الاهلي جمهوره بالملايين، وانا قلت لهم الكلمه دي لو حضرتك سالتهم قلت لهم انتوا صغيرين في السن بس النهارده بيتفرج عليكم ملايين. صحيح. النهارده في ملايين عايزه تنام فرحانه ان النادي الاهلي في الباسكت اخد الدوري. صحيح. فده كان دافع ليهم، وبصراحه هم انا قلت لهم قبل الماتش انا هقول لكم كلمه عمري ما قلتها لكم في حياتي، انا البطوله دي اهم بطوله ليا في حياتي من ساعه ما كنت بلعب وانا عندي 8 سنين. ليه يا كابتن احمد؟ لان الجيل الناس بتقول لك مش هياخد البطوله، الهجوم كان على فريق الدرجه الاولى كبير جدا، هجوم شرس بهدراوه يعني كبير جدا، قلت لهم البطوله دي اهم بطوله في حياتي من وانا بلعب وانا عندي 8 سنين لغايه ما بمرن وانا عندي
36 سنه. قلت لهم دي اهم بطوله في حياتي انا عايز اخدها. طب قول لي برده امبارح يعني برده مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه تواجده امبارح بدون تخطيط وبدون يعني زي ما بيقولوا يعني يعني احنا كنا بنلعب بس لا نبض مجلس اداره معاكم استاذ ضماطي شفناه امبارح في المقصوره بالظبط ده مثل لكم ايه كجهاز كبير وصغير؟ طبعا دفعه معنويه كبيره جدا ان يعني هو برضو الموضوع كان صعب هو كعضو مجلس اداره بيمثل مجلس الاداره اكيد وجاي في مباراه انت ما عندكش فرصه انت لازم تكسب المباراتين عشان تتوج صح فيعني ما ينفعش تخسر ماتش من الاثنين جاي دعم الفريق وفي احتمال ان ممكن ما ناخدش البطوله بالظبط في احتمال ان هو يسلم بنفسه كاس نادي الجزيره ودي طبعا حاجه مش سهله فبصراحه احنا بنشكره جدا 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 وفعلا اثبت ان النادي الاهلي سواء مجلس اداره سواء لعيبه اداريين كل الناس جوه المجلس يعني على قلب رجل واحد وكلهم بيحبوا النادي الاهلي وبيشتغلوا عشان مصلحه النادي الاهلي مفيش كلام اكيد مفيش كلام طب انا عايز اقول لادهم برضو عشان الوقت يعني بيداهمنا بسرعه ادهم خلينا اسال مين ماسك الاعلى في الفريق الاول كابتن طارق الغنام عايز كابتن جمال الجمال طيب يعني يعني جمال لعيب كبير واحسن دلوقتي مش احسن اقول احسن لعيب في مصر كمان الجمال ما شاء الله عليه لاعب عنده شخصيه عنده كاركتر انه لما الكوره بيبقى فيه مشكله بيروح ياخد هو الكوره وبيدوس على فرقته وبيطلع بالملعب ما بيقلقش بياخد قرار في وقت مهم يعني قادر تبقى زيه ان شاء الله ممكن طبعا يعني عندك حاول. الرغبه لا انا بتكلم ان انت قادر عندك الاحساس بالمسؤوليه طبعاً. ان انت في الاوقات المهمه تاخد كورتك وتدوس عليها وتطلع بيها في الملعب وتروح تحط اللياب لو فرقتك محتاجه تشوط شوطه لو فرقتك محتاجه طبعاً. عندك ده طبعا شفته من النادي الاهلي شفته من كابتن احمد علمك ده قال لك ده ولا انت اتعلمته من النادي الاهلي اتعلمته من النادي الاهلي يعني كله بيساعدني على الحاجات دي ان انا كله بيحمسني لازم طبعا باخد الحاجات اللي عايز اعرفها بعرفها من حتت كتير مش من مصدر واحد طب طموحاتك ايه مع النادي الاهلي يا طموحاتي ان شاء الله اطلع بره ان شاء الله تطلع بره نفسك تروح جامعه نفسي يا رب انت في سنه كام ده انا سنه اولى سنه بس انت خلاص كلها سنتين وممكن ربنا يكرمك مع منتخبات تلعب فيها كويس تطلع جامعه ان شاء الله ان شاء الله طب اروح لك يا علي برضو مين مسك الاعلى طبعا انا عارف اليوم ده طبعا طارق غنام طبعا طيب خليني اسالك نفس السؤال اللي سالته لادهم انت شايف ايه اللي بيميز كابتن طارق الغنام وعايز تتعلمها منه يعني الاصرار طبعا يعني الوفاء مع السن وكل ده والاصابات وكل ده وبيدي في الملعب زي اي ناشئ يعني بيعمل كل حاجه زي اي ناشئ ويعني بيلم فرقته في وقت الشدايد وكده وفي كل حاجه يعني الماتش اللي فات كان عينك عليه مركز معاه شايفه بيعمل طبعا وبيلعب عليه يعني سنتر كويس زي عمر طارق يعني في فرق سن والاثنين طبعا يعني ايه كانوا اسطوره طبعا طارق الغنام ان شاء الله تبقى زيه باذن الله يا حبيبي خليني يعني قبل ما الوقت ينتهي انا يعني بالعكس انا عايز اسمعكم كتير وعايز اعرف منكم يعني انجاز كبير حقيقه وكمان ثلاث سنين يا ابو حميد ما شاء الله ما تخسرش غير مباراه واحده اكيد ده الموضوع مش جاي هزار الحمد لله طيب يعني خلينا اتكلم في حته مهمه انتوا قلت ان احنا كجهاز كنا مع بعض يعني كابتن طارق خيري في التليفون قال انا قعدت واول قال اول اسم احمد الجرحي بالظبط هل كابتن طارق خيري كان بيسمح لك في المساحه ان انت تتكلم رايك حتى في الدرجه الاولى؟ طبعا طبعا احنا اخوات يعني احنا بنتكلم بنحلل الماتشين سواء المرتبط او الدرجه الاولى طب ايه رايكم نعمل هنا ايه؟ طب هنا نلعب عليهم ازاي؟ برافو. طب ممكن مين اللي يخش في السكور؟ لا يعني احنا كلنا جهاز واحد يعني انا برضو عايز اشكر في ناس كتير عايز اشكرها بصراحه منهم كابتن اسلام علي ما سابنيش طول الدوري حتى ما كنت بلعب في اسكندريه كان بيجي ومعايا وعلى طول معايا في الماتشات قاعد معايا على البنش راجل اسلام علي كابتن شريف علي كابتن رضا السيد دكاتره كلهم الجهاز بتاعي طبعا كابتن وليد الخراط وكابتن حسن علي طبعا على مجهود غير طبيعي وطبعا المايسترو بقى بتاعنا كلنا كابتن طاهر رجب طبعا ومدربين النادي كله بصراحه كان في دعم حتى لو الدعم مش 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 فني هو دعم معنوي صحيح. من كابتن طه الغنام كابتن نبيل بخيت كابتن سيد صابر كابتن اسامه النمر يعني انا ممكن انسى الناس مش عارف كابتن جانت كل الناس كانت دعم معنوي غير طبيعي كابتن موسى انا خايف انسى حد والله حد يزعل لكن كلهم كان في دعم كبير لينا بصراحه بنشكرهم كلهم
و كنت على قد المسؤوليه يا كابتن. الحمد لله ومرديته كل ده للناس وفرحتهم الحمد لله. وانا بصراحه كابتن هيثم الكاس ده يعني انا يعني احب انتهز الفرصه دي يعني فضل. احب اهديه لوالدي اللي هو يعني بصراحه يعني هو اللي عملنا هو اللي عمل حبيب الكل هو اللي عمل عملنا وهو يعني سبب ان احنا اي نجاح بيحصل في حياتنا بيبقى بسببه. ولروح والدتي الله يرحمها الله يرحمها وبهدي بالاخص لروح يعني اخويا وصديقي وحبيبي وزميل الغرفه وزميل الملعب اللي روحه كابتن محمد الجزار الله يرحمه يعني الله يرحمه الله يرحمه. كابتن احمد جارح طبعا مدير فني فريق 16 سنه مرتبط نورتيني وشرفتيني والف مليار مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك. واحنا دايما بنتفائل لما بنيجي معاك ان احنا ان شاء الله هنرجع بكاس تاني ونقعد معاك. انا مستني وقاعد هقعد مستني باذن الله. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. بشكر طبعا ادهم عمرو كابتن الفريق والروح القتاليه بتاعتك بشكرك والف الف مبروك يا ادهم. وبشكر طبعا علي احمد لاعب الفريق والف الف مليون مبروك وعايزين بطولات تاني وكؤوس تاني تملى الاستوديو. الله الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع عشان نستقبل بقى الفريق الاول بنجومه عشان نقعد نقرب منهم اكتر نعرف يعني ال 24 ساعه من هزيمه لمكسب حصل فيهم ايه. فاصل سريع وارجع لحضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد. انضمني في الاستوديو طبعا نجوم الجهاز الفني واللاعبين. انضم لي مكوك الفريق بيسموه الدينامو اللي هو ما فيش صغيره وكبيره ما يعرفهاش في الفريق. مش عايز اقول لكم لو طلب منه اي معلومه مش محتاج يروح يجيبها من ورقه. معايا طبعا اداري الفريق رضا السيد. ازيك يا كابتن؟ حبيبي يا كابتن هيثم ربنا يخليك. منورنا. ربنا يخليك. والف مليون مبروك. ربنا يخليك. تليك معايا كلام كتير بقى على اللي حصل في المدرجات امبارح بس لما نرحب بضيوفنا. ان شاء الله. ومعايا ومعاكم لاعب ارتكاز الفريق ولاعب ارتكاز منتخب مصر وان شاء الله طالع بسرعه الصاروخ تاتش وود ربنا يحميه. معايا ومعاكم سيف سبير. سيف منورني. منورنا يا كابتن هيثم. والف مليون مبروك. ربنا يبارك فيك. ومعايا طبعا شيفو مصطفى الشافعي طبعا كو كابتن الفريق طبعا بعد طارق الغنام والحقيقه لعيب من اللعيبه اللي هو ترمومتر الفرقه. الحقيقه لما بلاقي شيفو في الملعب ظابط الاداء واقول لا ان شاء الله هنكسب. منورنا مصطفى. الله ربنا يخليك كابتن هيثم. مليون مبروك جدا على المقدمه الجميله دي. لا ازاي ده الله يبارك فيك. ربنا يخليك. اسم كبير وتاريخ وبطولات مع النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن هيثم. يمكن اروح طبعا لكابتن رضا الاول. كابتن شفتك في مدرجات امبارح طبعا يعني حماس رهيب زعيق انا كنت خايف عليك. الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على المكسب امبارح. يا رب نكون قدمنا بسمه صغيره لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته. انا بشكر طبعا الرجاله اللي معايا كلهم اللعيبه كلها رجاله بجد بجد يعني 24 ساعه من مكسب من هزيمه المكسب الموضوع كان صعب جدا. صحيح. على اللعيبه اولا على الجهاز الفني والاداري والطبي كمان بعديهم كان الموضوع صعب جدا تقريبا احنا ما نمناش. ليله عدت بصعوبه جدا بصراحه كنا كلنا قلقانين بس هم بجد كانوا رجاله قد المسؤوليه بجد يعني. طب قول لي يا كابتن انت لما حصل الهزيمه يوم الجمعه بالليل ورجعنا الاوتيل يبقى طبعا مشوار من الملعب للاوتيل بيبقى مشوار طبعا. انا عارف كلنا لعيبه ومرينا بالاحساس ده. لما رجعت الاوتيل عملتوا ايه بالظبط؟ احكي لي يعني اداريا اللعيبه عملت ايه؟ اتعشيتوا يعني احكي لي بالتفصيل اللي حصل لغايه ثاني يوم الصبح. والله هو ما كانش فيه حد ليه نفسه ياكل لعيبه والجهاز. في اولا حصل اجتماع انا متاكد كان من اللعيبه مع بعضيهم وكان في اجتماع حصل من كابتن شريف علي وكابتن طارق خيري معاهم ان هم لازم يركزوا ماتش بكره بطوله البطوله لسه في ايدينا البطوله ما راحتش هو مجرد جيم هناخده ان شاء الله بعد المرتبط ما يخلص هيبقى البطوله بتاعتنا فكان التركيز انا حسيت منهم هم داخلين الاوتيل بجد تركيز لحظات قليله قوي تفرق ما بين الرجوله ما بين رجاله الاهلي قوي بتبان معاهم بجد في الوقت ده
لقيتهم مركزين جدا 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 ان هم ان شاء الله تاني يوم يعوضوا. وده اللي حصل الحمد لله رب العالمين. بدايه المباراه كانت تاني يوم ما كانتش كويسه، بس الحمد لله ربنا وفقنا ودينا نخلص الماتش الحمد لله. طيب يعني برضو خليني اسالك حته تانية، يعني انت شفناك امبارح يعني في المدرجات بتشجع جامد، يعني يمكن في كوره بالذات انت قمت فيها، احكي لي على الكوره دي. والله مش كوره واحده، هو الماتش كله تقريبا احنا واقفين على واحده بزياده. واقفين واقفين مش قادرين نقعد. كل كوره، كل باسكت، كل هجمه ما حدش قادر يقعد، عايزين نخلص الماتش، عايزين نكسب، عايزين نفرح الجمهور. فعلا الموضوع كان صعب، صعب قوي. انت عارف ان الباسكت او كره السله اللعبه لعبة ثواني، الموضوع بالنسبه لنا كله هي كل ثانيه بتعدي انت كسبان او خسران. صحيح. فالموضوع كان بالنسبه لنا صعب، كنت انا على طول حتى كنت انا واقف انا وكابتن احمد الجرحي وكابتن علي هاشم والجهاز كله بصراحه، حتى جهاز الناشئين كان موجود، كل واقف مش قادر يقعد. صحيح. الموضوع كان صعب جدا جدا علينا ان احنا مش قادرين بصراحه نروح من غير الكاس ده. وده اللي كسبنا كابتن على فكره، الروح اللي بتتكلم عليها دي كسب. بص الروح، انا بس عايز اوريك يعني ده دي الروح اللي احنا شايفينها. معلش يا جماعه وانا بتكلم ضيوفي يعيدوا اللقطه دي تاني، لان هي دي الروح اللي كسبت النادي الاهلي، وهي دي روح الفانيله الحمراء، وهي دي الروح اللي احنا عايزين نشوفها في الباسكت كل ماتش. ما ينفعش الباسكت بعد كده بالنجوم دي يخش يخسر اي بطوله. الحقيقه سيف اجيلك بقى، يعني امبارح شفناك بتلعب ماتش حماسي حماسي، يعني انت وطارق الغنام بتتبادلوا الادوار في الملعب، انتوا في نفس المركز بامانه، كان في روح عاليه جدا، كان في اصرار. كلمني عن يوم الماتش وانتوا داخلين الماتش والاحباط اللي كان موجود، ايه اللي حصل؟ هو طبعا اليوم اللي قبليه كان موضوع صعب، يعني كان انت خارج والصغيرين كسبانين، وانت خسرت بعد ما عملت ماتش عالي جدا. يعني انا شايف ان احنا عملنا ماتش كويس جدا في صحيح. اول شوطين شوطين ونص تقريبا عاملين ماتش كويس جدا، جينا في اخر خسرنا بونت في اخر ثانيه، فيعني الموضوع بيبقى صعب شويه. روحنا الاوتيل، حتى ما اظنش ان حد نام، يعني ما يعني نمنا. انت نمت الساعه كام يا سيدي؟ انا لا انا ما مش عارف يعني نايم على السرير. يعني دخلت الاوضه الساعه 12 على ما رجعنا 12 كنت قاعد على السرير بحاول انام، مقفلين النور، مفيش ما ماتش على طول في بالي يعني. صحيح. وماتش بكره صعب جدا يعني. ماتش كنت قاعد مع مين في الاوضه يا سيدي؟ مع كريم الدهشان. كنت برضو نفس الكلام، كنت برضو ما حد وما بنتكلمش مع بعض، مفيش ما فيش يعني. تخيل بقى مع النفسيه دي وعايزين تكسب تاني. بس يعني عملنا اجتماع مع بعض يعني يوميها عملنا اجتماع، وقلنا احنا يا جماعه حصل موقف ده كتير، احنا مش اول مره نتحط في الموقف ده. حصل موقف ده في مرتبط السنه اللي فاتت مع سبورتنج، وكنا برضو الشيف قال كده صح؟ مصطفى الشافعي اللي قال طبعا. انا عارف الشيف قال كده مواقف كتير، هو طالب جنان بالظبط. يعني حصل لنا احنا يعني احنا نفسنا حصل لنا موقف ده في مرتبط. صحيح. وحصل موقف ده في الدوري اللي خدناه مع الجزيره. دي الخبرات بالظبط. فاحنا اكتسبنا الخبرات دي، يعني طبعا احنا تلات ارباع فرق صغيرين. صحيح. ومرتبط زي ما انت عارف بيدخل اربعه بس من الكبار، فبقيه الفرق صغيرين. بس احنا خدناها، يعني احنا تعاملنا مع الموقف ده كتير، فعملنا اجتماع وبتاع ودخلنا الاوض حاولنا ننام. برضو طبعا الموضوع صعب، بس صحينا تاني يوم اتغدينا. لقطه ليك اهي سيف اهي وانت بتكلم الحكم طبعا. يعني لا امبارح انت حتى في الميس ماتش اللي كان بيحصل في الملعب وكنت بتطلب الكوره، دليل على ان في حماس وتركيز في نفس الملعب. طبعا يعني طبعا ما كانتش فاول، بس يلا مش مشكله مش مشكله. قول معاك. بس فتاني يوم برضو اتغدينا، عملنا اجتماع تاني يا جماعه، النهارده خلاص نسينا خلاص ماتش امبارح، النهارده ماتش بطوله، ماتش كاس، احنا محتاجين البطوله دي جدا. يعني بعد اللي حصل وما كانش فيه يعني خسرنا كاس في دوري في بظروف صعبه ورا بظروف صعبه جدا، واحنا النهارده في ظروف صعبه كمان. يعني احنا بنلعب يعني في 9 لعيبه 8 لعيبه في السكور، بس هم درجه اولى يعني. وحتى اللي بيلعب هو مش سليم، او يعني وثلاث ارباع الناس اللي بتلعب مش سليم. بالظبط كده. بيلعب مش سليم، وطارق بيلعب مش سليم. بالظبط. فقلنا لا لازم يعني خلاص، هي ما فيش حل تاني يعني. صحيح. هو ما فيش حل تاني غير ان احنا لازم نكسب النهارده بس. ونزلنا الصراحه كل الناس كانت رجاله بصراحه، كل الناس بصراحه كله كان رجاله وفي روح وفي كل حاجه. صحيح. مصطفى انا بشوفك بقى في الملعب الحقيقه، يعني والله لما بقول ترمومتر يعني فعلا ترمومتر. انا بشوفك في الملعب مركز، يعني انت طالع بالملعب اهو وجازز على اسنانك وبتتكلم مع الفرقه. برضه كلمني ازاي قدرت انت كلاعب كبير تحول الاحباط والهزيمه في 24 ساعه لمكسب وبطوله؟ بص والله كابتن هيثم، طبعا الاول انا حابب ان انا
اشكر الصراحه الفرقه كلها وجهاز فني صراحه، يعني ان هم كانوا رجاله فعلا، يعني زي ما قلت لك برده كده قبل كده كابتن هيثم، لو هي اللعيبه مش عايزه انت كواحد من كباتن الفرقه مش هتقدر تعمل حاجه، حتى لو اتكلمت قعدت تكلم كتير مش هتعرف تعمل حاجه. فانا فعلا حابب ان انا اشكرهم ان هم فعلا كانوا رجاله وكانوا على قد المسؤوليه. الحاجه الثانيه كابتن هيثم زي ما حضرتك بتقول كده هي خبرات، احنا بنكتسب خبرات، احنا اكتسبنا خبرات منكم وهم بيبتدوا يكتسبوا مننا خبرات. احنا الموقف ده اتحطينا فيه فعلا قبل كده، وده الكلام اللي احنا قلناه في الاجتماع، ان احنا كان عندنا دوري مرتبط السنه اللي فاتت في ماتش سبورتنج كنا المفروض نكسبه لو كنا وخسرنا، لعبنا ماتش فاصل تاني والحمد لله ربنا كرمنا، وكان تقريبا السيناريو شبيه شويه بالسيناريو ده. سبورتنج كان حامل اللقب وكان هو بيلعب السنه اللي بعديها دوري مرتبط، والجزيره حامل اللقب وبيلعب بالظبط كده وتقريبا نفس السيناريو اللي احنا في ماتش سبورتنج كنا برده كسبانين كتير 15 بونت او 14 بونت وفي اخر ثانيه خسرنا غاويين تعذبونا للاسف. هو الباسكت كده، هو الباسكت كده يعني اللي فاهم يقول كده بالظبط، يعني هو الباسكت كده، يعني هو انا اتمنى من الناس ان تبقى الموضوع ده في دماغها ان الباسكت صعب، لعبه صعبه وست فرق بتنافس بالظبط كده، في فرق كتير قوي بتنافسك عليها يعني الباسكت بيخلص اخر ثانيه، فانا اتمنى ان الناس تتفهم الموضوع ده. فالبطوله دي كانت مهمه جدا قوي يا كابتن هيثم مين. كلكم بصراحه بتقول نفس الكلمه. البطوله دي كانت مهمه، ان احنا من السنه اللي فاتت من بعد ما ربنا كرمنا وكسبنا افريقيا وكسبنا دوري مرتبط، وبعد كده حصل ظروف ان احنا خسرنا كاس وخسرنا دوري، وظروف فعلا الواحد ما بيحبش يقول مبررات، بس دي فعلا ظروف خارجه عن ارادتنا، فكنا محتاجين بطوله زي دي ترجع الثقه الثقافيه بالظبط، وترجع ثقه الجماهير فينا تاني، ان احنا محتاجين الجماهير تثق فينا تاني يعني. صحيح. وخلي بالك يا درش احنا بنلعب برضو بعيد، وانت راجل يعني قديم في الفرقه، يعني في مقام كابتن الفريق انت وطارق، الحقيقه عايز اقول ان احنا بنلعب ناقصين 5 لعيبه واللي بيلعب مش سليم، دي حقيقه، بس دي مسؤوليه عليكم بقى كمان يا درش. والله بص يا كابتن هيثم، احنا اتحطينا في موقف كان صعب جدا، يعني كان مودي الجرحي وطارق الغنام وانا ومحمد ابو النصر في صباح وابو النصر كان والجمال في صباح والجمال، يعني انا بتكلم كمان ان دوري المرتبط كمان السنه دي كابتن هيثم كان صعب ومضغوط. قابلت كل الفرق الجامده تقريبا اللي موجوده في السيزون، قابلتهم كلهم، بالاضافه مشواركم كان صعب والماتشات مضغوطه بالظبط كده، وفجاه واحده اللعيبه اللي كانت بتلعب اتصابت وبقى مضطر دلوقتي ان انت اللعيبه المصابه ترجع تلعب وترجع تلعب سيمي فاينل وفاينل وهي مش جاهزه. فكل الظروف دي كانت يعني تقريبا ضدنا، بس احنا الحمد لله برضو بالعزيمه والرجوله بتاعت الفرق دي. روح اللي انت امبارح يعني امبارح يعني في كوره الناس ابو النصر حطها وبيقع، لقيت البنش كله قام بيشيله قبل ما يقع بالمدير الفني بكله. بص يا كابتن يعني فكرتوني والله بحاجات حلوه كتير. احنا الاحداث طبعا في ناس برضو ما تعرفش ان احنا الماتش اتاخر ساعتين اول ماتش. احنا الماتش كان المفروض الساعه 6 اتلعب الساعه 8 بسبب ان كان حصل قطع في النور. الماتش الاول يوم. صحيح. فاحنا راجعين الساعه 12، يعني راجعين فعلا زي ما السيف بيقول احنا رجعنا ما فيش حد كان ليه نفسه يتعشى. صحيح. بس اضطرينا ان احنا نقعد مع بعض. صحيح. والقعده دي يعني كان يعني مش عايز اقول لك ان احنا كنا مش بنتخانق مع بعض، بس اللي هو بتطلع كل اللي جواك بالظبط كده. وده اللي قاله كابتن طارق خير، قال لك انا كنت عايز اللعيبه تطلع اللي جواها بالظبط كده، ما اقدرش اتكلم معاهم في حاجه. وده اللي حصل ان احنا في الاجتماع الاولاني اللي هو بتاع بالليل ده حصل فيه كده، ان كل واحد طلع اللي جواه وكل واحد فضفض باللي جواه واللي متضايق وقبليها قبل الماتش خلاص ابتدينا بقى نلم نفسنا عشان خاطر ان في ماتش دلوقتي في بطوله هتتحسب لنا، وهو ده الهدف بتاعنا، ان احنا الحمد لله الجيل اللي موجود ده جيل صح. يعني حقق بطولات. طبعا احنا بطولات اول مره تخش بالظبط، يعني افريقيا اول مره تخش من فتره طويله بالظبط كده، يعني عملتوا انجاز الجيل ده بالظبط كده. فالجيل الموجود ده احنا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا مش عايزين نخسر في بطوله، عايزين نعمل لنفسنا تاريخ يليق باسم النادي الاهلي. صحيح. وده ان شاء الله باذن الله الهدف من ان احنا بنعمله دلوقتي، يعني الفتره دي ان شاء الله باذن الله. بس خليني برضو اقول لك يا سيف حته مهمه، لما اللعيبه اللي بره محمد العدلي ومؤمن ابو العينين ومهند الصباغ واحمد جمال، انا مش عايز انسى مين، وفتحي طبعا، خمس لاعبين دول يا اما مصابين، في ثلاثه مصابين وفي اثنين بره عشان 28 سنه، لما يرجعوا الخمسه دول هيبقى عندنا مانوفر مسؤوليه، يعني الناس دلوقتي بتطالب ايه؟ لا، فرقه الاهلي ما ينفعش تخسر السوبر، فرقه الاهلي عايزين كاس، عايزين انجاز منكم السنه دي زي السنه اللي فاتت. طبعا احنا يعني هو السنه اللي فاتت بس هو كانت ظروف زي ما انت قلت، يعني ظروف كده ما اكتملناش ولا ماتش يعني لغايه دلوقتي. على فكره احنا ما اكتملناش يعني يعتبر، يعني لغايه دلوقتي احنا تقريبا ما اتمرناش ولا تمرينه كاملين. صحيح. بس فلا السنه دي احنا لا وضع مختلف، وضع مختلف تماما، يعني احنا يعني الجيل ده يعني بغض النظر في ناس كبيره وفي ناس صغيره، الجيل كله احنا ناويين ان احنا نعمل تاريخ لينا وتاريخ للنادي الاهلي
غير يعني غير اللي قبل كده. يعني احنا واحنا عملنا يعني احنا عملنا صحيح. ولسه هنعمل كتير يعني لسه كلنا تقريبا اعمار الاعمار عندنا صغيره جدا صحيح. انا عندي 24 اكبر واحد كان الدهشان عنده 26 بعد كده في الشافعي وطارق الغنام حتى يعني هو الشافعي وطارق الغنام وكله صغير يعني كله في اول الثلاثينات هو طارق بس اللي كبير يعني صحيح. فاحنا لسه صغيرين ولسه نقدر نعمل اكتر من كده بكتير. خلينا ناخد مداخله كده كوميديه شويه كده من يعني حبيب الكل معانا كابتن اسلام علي طبعا مدرب عام الفريق. ازيك كابتن اسلام؟ ازيك يا كابتن عايزم؟ مساء الفل عليك وعلى ضيوفك الحلوين. وهي فعلا لازم تبقى مداخله كوميديه لان انا طبعا ليا تعليق. الاول عايز ارحب برجاله النادي الاهلي وعلى اولهم قائد فريق الابطال كابتن مصطفى الشافعي ونجم الفريق سيف سمير اللي عايز اشد له ودانه الماتشين الاخر يشفعوا له لانه كان من الرجاله اللي شالت قوي قوي بصراحه. دي حقيقه ولازم تدي له حقه. ساعات بيتدلع لكن ظهر في المحنه صحيح. ظهر في المحنه فعلا راجل ومعدنه كويس لازم يشتغل بس على حته النفس لانه ممكن يكون بيتعب بسرعه لكن كان راجل زي كل الناس. قائد الابطال طبعا قائد الكتيبه كابتن مصطفى الشافعي من ارجل الناس في الفرقه. وقبل كل دول ودول بقى مش عايز اقول الجندي الخفي بقى لان هو جندي ظاهر في كل الاماكن. مين بقى؟ كابتن رضا حبيبي كابتن اسلام احسن واعظم اداري في مصر. صحيح دي حقيقه. صحيح دي حقيقه. يعني احنا مش بنناديه في النادي غير يا عم الاداره حبيبي كابتن اسلام ما بيبص. لا بس هو بيحب مكوكي اكتر، بيحب كلمه مكوكي والدينامو اكتر. اسمع مني بس كلمني بقى سولم بقى عن يعني خلينا بقى نرفع الالقاب شويه ونتكلم بقى احنا جيل واحد. يعني قول لي ليله الماتش وصعوبتها مرت عليكم ازاي اسلام كجهاز فني؟ بص يا كابتن هيثم اقول لك يا سوما بقى قول براحتك خد راحتك. الماتش بدايه عن النواحي الفنيه اللي فيه والخطط التكتيكيه وقرايه الفرقه لبعضها ان انت تلعب في 48 ساعه جيمين من اصعب جيمات الدوري دي لوحدها صعوبه. والاكثر من كده ان انت عارف طبعا احنا قائمتنا 14 لعيب فيهم 8 فوق السن. صحيح 8 فوق السن واحنا اكتر فرقه متاثره اكتر فرقه متاثره بقرار 28 سنه. تمام. لا ده خد بقى كده الاكبر من كده زي ما مصطفى الشافعي قال في وسط كلامه ان الاربعه اللي فوق السن اللي لعبوا اخر اربع جيمات في دوري مرتبط هم الاربعه اللي كانوا مصابين ما كانوش بيلعبوا في الاول. يا خبر ابيض. اضطرينا نلعبهم نظرا لاهميه الجيم والنقص العددي طبعا خبراتهم بيلعبوا مصابين عامل السن عامل الاصابه. صحيح. هقول لك ان ابراهيم الجمال في الجيم الاولاني بتاع الجزيره رجله اتلوت وورمت الانكل رجله ورم ومعانا جهاز طبي بصراحه يعني اشتغل على مع ابراهيم في ليله المباراه دي والورم نزل شويه مش 100% بس نزل وكنا احنا خلاص احنا كجهاز فني عاملين حسابنا ان ابراهيم الجمال مش موجود لكن هو برضه من الرجاله اللي اصرت انها تلعب. فده دي كل دي صعوبات وبعدين انت مش بتلاعب فرقه صغيره انت بتلاعب فرقه بطل دوري. صحيح صحيح. بلاد الجزيره بطل دوري عارف يعني ايه خبره ماتشات الفاينل. صحيح. ففي صعوبات كتير جدا 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 عامل السن 24 ساعه جنين الاصابات النقص اللي موجود ده احنا كمان ال 12 بتوع المباراه فيهم ثلاث ولاد تحت 18 سنه ما لعبوش يعني صحيح. انت بتلعب تسع لعيبه. صحيح يا اسلام. خليني اقول ان انتوا كنتوا على قد المسؤوليه يا اسلام الحقيقه والله واسعدتونا جدا بحياتي اسعدتونا جدا دي حقيقه ودي اقل حاجه نقدمها للجمهور النادي الاهلي العظيم اللي واقف ورانا وهيفضل ورانا وان شاء أكيد. الله باذن الله الجمهور يرجع تاني الملعب وده اللي بنتمناه اكيد ونفضل نفرحهم كده ان شاء الله. كابتن اسلام علي طبعا المدرب العام للفريق شكرا جزيلا والف مليار مبروك. ارجع طبعا لضيوفي شافعي يعني خلينا نقول الفتره اللي جايه عندنا السوبر بعد كده الكاس يعني شايفين انتوا عايزين تعملوا فيهم ايه؟ والله يا كابتن هيثم احنا الاجتماعات على طول ان احنا عايزين نبقى طماعين. طماعين دي ان احنا عايزين على قد ما نقدر ناخد كل البطولات اللي نقدر عليها. هي احنا في مشكله انا بس ده مش مبرر بس احنا في مشكله ان انت على طول في فرق كتير قوي بتنافسك في الباسكت. صحيح. بس احنا ده الهدف بتاعنا ان احنا طماعين ان احنا لازم باذن الله ما دام نقدر. صحيح. وانا بيني وبين نفسي قناعه ان احنا نقدر نعمل كده. صحيح. فاحنا هدفنا طبعا الاول احنا لسه عندنا في ماتشين في الكاس ده اول حاجه هنركز فيهم. مين ومين لسه لغايه دلوقتي ما حددش لسه ما تعرفش دور ال 32 ما نعرفش لسه الفرق اللي هنقابلها فين. بس هو ده الهدف بتاعنا ان شاء الله باذن الله ان احنا الخطوه اللي جايه دي الحمد لله احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا كملنا بشكل
بنسبه 80% كملنا الناس اللي عندها اصابات ابتدت خلاص ترجع صحيح. يعني لمستواها. فالفتره اللي جايه دي هتبقى هي فتره التركيز بتاعتنا عشان السيزون بقى يبتدي صحيح. اللي هو عندنا كاس ودوري السوبر. فهو ده الهدف ان احنا السنه دي باذن الله باذن الله باذن الله يا رب يا رب ان احنا نقدر نحقق البطولتين اللي جايين دي ونبقى خدنا ثلاث بطولات السنه دي. ده حاجه فيك يا شافعي والله. وكمان انا بقول لك اثبتوا على الروح دي يا شافعي صدقني. الروح دي لو لعبتوا بيها كل المباريات صدقني محدش هياخد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. سيف قول لي برضو انت شايف يعني البطولتين الجايين ازاي؟ انت برضو يمكن اسلام اداك كتف كده على الهواء محتاج النفس وبتاع يعني واخد بالك يعني شايف ان كل لعيب يحتاج يشتغل على نفسه في الحاجات اللي ناقصاه والروح نلتزم بيها عشان نوصل للبطولتين دول. يعني قول لي البطولتين الجايين انت شايفهم ازاي؟ خاصه ان احنا رايحين دبي كمان اسبوع ان شاء الله. يعني احنا كمان اسبوع رايحين دبي فعندنا اسبوع يعني نشتغل نقدر نشتغل على نفسنا. ودبي زي ما انت عارف احتكاك قوي جدا لينا يعني هيفرق معانا جدا. بس مش يعني احتكاك قوي بس احتكاك مش مطالب منك فيه لا مش انت رايح بالظبط. احنا يعني احنا اول مره نكتمل بقى يعني وهنروح نلعب مع بعض نلعب ماتشات وديه مع بعض فمحتاجين دي يعني محتاجين ان احنا نلعب مع بعض نفهم بعض نرجع تاني بقى كلنا نلعب يعني مع بعض عشان احنا عندنا الكاس بقى نبتدي الكاس لما نرجع وبعد كده نخش في الدوري ان شاء الله ناخد البطولتين يعني ان شاء الله باذن الله يعني احنا نقدر يعني باذن الله نقدر ناخد البطولتين الروح وكل حاجه بس الزموا بالروح دي ان شاء الله باذن الله. سيف نورتني وشرفتني والف مليون مبروك. شكرا يا كابتن عيسى. مصطفى الشبعي كابتن الفريق نورتني وشرفتني ومليار مبروك ويا رب دايما اشوفك في احسن حال. الف شكر يا كابتن عيسى ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين هيطلع فاصل عشان استقبل بقى طبعا مان اوف ذا ماتش طبعا امبارح محمد ابو النصر الحقيقه واحد من الرجاله اتحملوا على نفسهم ولعبوا وحط فوق ال 20 بونت. وهيستقبل كمان معاه كريم الدهشان اللي كان برضه عنده اصابه واتحمل على نفسه ولعب. هنطلع فاصل كابتن رضا مكمل معايا فاصل عشان استقبل نجومنا الجداد. حضراتكم من جديد بنرحب بضيوف اللي انضموا لنا في الاستوديو. كابتن كريم دهشان احد اللاعبين اللي كان ليهم دور كبير جدا في افريقيا ودور كبير جدا في السوبر اللي قبليه ودور كبير جدا في ماتش امبارح. واول اهلا بك يا كريم. اهلا وسهلا جماعه نورنا والف سلام عليك. الله يسلمك يا كابتن ربنا يخليك. وانضم ليا مان اوف ذا ماتش امبارح الحقيقه اعلى ايفالويشن في اللعيبه والحقيقه كان قد المسؤوليه بالرغم ان هو مش سليم محمد ابو النصر. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك كابتن عيسم شرف ليا ان انا اكون معاك النهارده. شرف ليا حبيبي والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. كنت اقدم مسؤوليه امبارح وكنت يعني تلعب بروح عاليه وان شاء الله هكون في منتخب مصر حاجز مكانك قريب باذن الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. كلمني بقى ابو النصر عن انت طبعا جيت النادي الاهلي في صفقه انتقال من نادي الاتصالات تقريبا الطيران. جيت على النادي الاهلي وبعد كده بقالك سنتين خدت معاهم بطولات كتير. كلمني على اللي انت شفته جوه النادي الاهلي ما شفتوش في اي مكان تاني. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه النادي الاهلي بكيانه طبعا ده لوحده كفايه ان الواحد يلعب فيه. طبعا بيبقى طموح ليا لاي لاعب من وهو صغير ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. فيوم ما بيبقى موجود جوه المنظومه ديت ويعرف قيمتها
طبعا يعني بيحاول يعمل اللي عليه عشان يظهر بشكل كويس وشكل يليق بان هو موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا يعني من غير مقدمات كده هو ليه رهبه كده في الاول. اول ما جيت طبعا كنت يعني اجواء وجمهور وعليك دايما سبوت كده محطوط عليك فبتبقى متوتر دايما. قعدت شويه كده لحد ما اخد على الاجواء. بس بعد كده يعني الحمد لله الفرقه الصراحه بتحتوي اللعيبه الجديده بالذات. حتى انا لما جيت يعني الكبار حاولوا يدخلوني في وسط الفرقه وكان ليهم دور كبير طبعا في الموضوع ده. فالحمد لله يعني واحده واحده وبقالي انا داخل في 3 سنين كمان اكتر من سنتين. صحيح. فالحمد لله يعني انا مع الفرقه ماشيين كويس الحمد لله. محمد انت لعيب محترم. الله يخليك. بامانه. الله يبارك. ولعيب مالكش حس ده حقيقه تقال يعني بتتمرن بدون كلام بتلعب برجوله. يعني انت نوعيه لعيب اي مدرب يتمناه. الله يبارك لك كوتش ده كلام كبير جدا. لا ده حقيقه وانا بقول ان وجودك في المنتخب ده فرض. ما بقاش دلوقتي اختيار. وجودك في المنتخب سواء انت حقيقة او كريم قاعد كمان جنبك وجودكم في المنتخب وهو ده وقتكم الحقيقه ان انتوا لازم تكونوا في المنتخب وانتوا على قدر اللي انتوا تقدروا تخشوا. طبعا طبعا كل التقدير والاحترام للمدير الفني ولكن انا بتكلم على المستوى من وجهه نظرنا احنا كملوك الصلاه ان انتوا في فورمه فنيه تقدروا تخشوا المنتخب. الحمد لله على كل شيء. وبالتالي انت جاهز يعني في اي وقت. اكيد طبعا المنتخب يعني شرف كبير. واجب وطني كلنا طبعا عمرنا ما نتاخر عنه يعني. اي حد بيبقى يتمنى ان هو موجود في منتخب مصر. صحيح. وعنده كتير ان هو يقدمه للمنتخب بس دي اراء يعني. صحيح. طب ابو نصر انت كنت بتلعب وعندك مشكله في صباعك كلمني عن الاصابه بتاعتك. انا جالي خلع كده في صباعي اتخلع في ماتش قبل يعني حوالي 10 ايام حوالي 10 ايام قبل الماتش ب 10 ايام 10 ايام وطبعا المفروض ان انا ما كنتش العب وكده بس يعني انت عارف خلع في ايدك الشمال واليمين اليمين كمان اللي بتلعب بيها فاحنا المشكله عندنا في دوري المطالب حضرتك عارف طبعا القوانين الاتحاد ان اللعيبه ليك 4 لعيبه بس فوق السن فبيبقى العدد محدود شويه. قرار عظيم. لما واحد من الصغيرين يعني لو ما تحت السن يقع بيأثر في الفرقه. قرار عظيم يعني قرار عظيم بيكون سببه في الاخر انه بيحمل على اللعيبه طبعا واللعيبه بتتعور ويبقى النادي دافع ملايين في لعيبه ويقعدهم في المدرجات عشان بند ال 28 سنه اللي احنا كلنا طبعا اكيد ضده. اتفضل. بس فاضطريت بقى ان انا ربطت ايدي ولعبت ماتش الاولاني طبعا كنت خايف جدا عشان اي لمسه فيه بتبقى بوجع وفي ماتشات كنت بطلع يعني اول خطه بطلع اقعد شويه لحد ما الوجع يهدى واخد بنج وانزل تاني. يا خبر ابيض. فيعني يمكن ماتش امبارح يعني كان قعد 10 ايام يمكن كان الوجع هدي شويه ما بقاش زي الاول بس طبعا بيأثر معايا في مسكه الكوره. صح. والتحكم في الكوره بيبقى صعب جدا طبعا. في الشوطه وفي كل حاجه بس يعني الواحد تركيزه في الماتش ما بيبقاش مركز مع صوبيا قوي فالحمد لله بتعدي يعني. ده الاداء الرجولي يا ماتش دعوتنا عليه. يمكن برضه اكبر شاهد كريم جاي رابط ايدك وطبعا ايدك يعني انا عرفت ان انت كنت في زياره للدكتور وانت حتى بدنيا مش جاهز ومع ذلك لعبت الماتشين وماتشين ومعروف ان الجزيره دفاعاتها عنيفه. يعني كلمني برضه عن اصابتك يا كريم. والله انا كنت وقعت عليها كده في ماتش سموحه اللي هو كان من قبل ماتش سبورتنج فروحت ساعتها للدكتور وبعد كده كان معانا دكتور الشاوي فقلت له يعني على الموضوع اللي هو اللي كان عندي وكده كان في كلام اللي هو ينفع العب ولا ما يلعبش فالاول كانوا مستصعبين قصه اللي انا المفروض يعني اللي انا العب بس يعني انا قلت له طب بص احنا يعني هنحاول نظبطها كانها يعني كاننا يعني هو ده قال لي خلاص يعني عشان احنا طبعا عندنا مدير جراحي كان لسه راجع من اصابه وانا اتصبت مصاب فعندنا مشكله في وانت بتلعب في مركزين وبلعب في مركزين فالموضوع كان صعب كمان في اللي هو في قصه دوري المرتبط فيعني اتفقنا انا والشاوي ان هو قال لي بص يعني اعملها لي كانهم جبسها لي قال يعني قال لي ايدك الشمال فيعني حاول على قد ما تقدر ان انت ما يعني ما تحاولش ما تحملش عليها وبتاع ونحاول نعدي اللي هم يعني غد دوري المرتبط ده والحمد لله ربنا كرم يعني بس كنت راجل على قد المسؤوليه يا كريم والله الحمد لله والله وانت برضو نفس نوعيه كريم يعني نوعيه محمد ابو النصر الحقيقه لعيب يعني عندك اراده يعني مالكش حس يعني انت حتى ليك تجربه انت طلعت اعاره سنه او اثنين كمان او اكتر خارج النادي الاهلي واثبتت نفسك ورجعت تاني النادي الاهلي يعني انت خدت المشوار الاصعب يا كريم. بالظبط يعني انا رحت طلعت في الاول رحت اعاره الشوطه وبعد كده اتصالات وبعد كده رجعت على الاهلي تاني الحمد لله عملت فيهم موسمين كويسين قوي رجعت طلعت منهم على يعني رحت من يعني رحت من المنتخب في الاول من وانا في اتصالات بعد كده رحت النادي الاهلي والحمد لله يعني هو بقى لي 4 سنين في الاهلي وجاي من ساعه ما رجعت. طب يا كريم عايزينكم تشتغلوا الفتره دي على الاصابات تعالجوا نفسكم وتبقوا جاهزين لان هيبقى احنا عندنا دبي
وبعد كده ترجعوا من دبي ان شاء الله عندكم الكاس. لازم تجهز نفسك وتهتموا بالاصابات اكتر. ما هو يعني ان شاء الله الفتره الجايه دي هتبقى يعني هنحاول في قصه التاهيل ده بقى خلاص يعني الناس اللي عندها اصابات هنحاول يعني حتى بطوله دبي بطوله مش هتبقى رسميه يعني احتكاك ودي فممكن بقى يعني هيبقى فيها احتكاك اكتر الناس اللي هي ما كانتش طبعا كان ده مرتبط مؤثر عليها ما لعبش كتير فيبتدي يخش في الفورمه فيها. الناس اللي كان عندها اصابات ممكن في الاول ماتشات ما تلعبش تبتدي يعني صحيح. تبتدي تتعالج بعد كده يعني تلعب في الاخر عشان تجهز نفسها لل على عشان ماتشات الكاس ان شاء الله عندنا ماتشات الكاس بعد كده يعني هنلعب لغايه دور الثمانيه طبعا ماتشات الكاس دي ما لهاش بقى طبعا كبير طبعاً يعني بالظبط ما لهاش حسابات انت لازم تكسب فلازم يبقى كله جاهز طبعا احنا بقى لنا فتره وقصه الاصابات ما اتمرناش كلنا الفرقه كلها كامله مع بعض فمحتاجين نكمل عشان نقدر اللي يجي يعني هو هنا بقى التحدي ان انتوا تجهزوا في الفتره دي عشان تبقوا كاملين بالظبط ان شاء الله ربنا معاكم. خلينا اجي على كابتن رضا انت عصرت اجيال كبيره جدا يعني ما شاء الله انت في مكانك ده سنين طويله يا رضا وعندك اسرار يعني انت الصندوق الاسود مش هنطلع الاسرار ولكن انا عايز اقول بامانه مش خدت حق شايف الجيل اللي موجود دلوقتي ايه اللي فيه مختلف عن الاجيال السابقه؟ والله كابتن هيثم هو كل الاجيال زي ما امبارح حتى الكابتن حطها ان اجيال بيسلم اجيال وروح الفنانه الحمراء كل جيل ليه طعم لوحده يعني ناوي جيل كابتن طارق خيري لا جيل متميز جدا طبعا. كل جيل والميزه فيهم بجد ان كل جيل بيحتوي مجموعه صغيرين طالعه معاه من اول كابتن طارق خيري بعد كده مشيت الاجيال لغايه موسم امبارح لفاري الغنام واقف جنبه ولدين من 18 سنه متسجلين صحيح. عشان موضوع 28 سنه لا كل جيل ليه طعم كل جيل فيه ليه شكل وطعم ورجاله مختلفه عن الجيل اللي قبله صحيح فكلهم بصراحه لا انا اتشرفت ان انا كل جيل حط بصمه كابتن رضا برضو يعني طبعا بطوله الجيل اللي كان مع كابتن اشرف توفيق مدير فني حط بصمته وخد طبعا بطولات معينه نفس الكلام بالنسبه للمدربين كل المدربين حتى اللي جم كابتن نبيل كابتن خالد كله حط بصمته بس انا بتكلم ان الجيل ده في حاجه مميزه يمكن ان في ثلاث اعمار سنيه موجوده في الفريق صعب يعني دايما شفنا الجزيره امبارح بيعتمدوا على يعني شريحه واحده من اللاعبين فدي بتبقى مشكله انما لما عندك تدرج اعمار سني بتهيألي ده بيديك فرصه ان انت تاخد تنافس على بطولات اكتر طبعا طبعا الموضوع ده فرق معانا كتير جدا فرق معانا اولا من السنه قبل فات لما خدنا فيها دوري السوبر كانت كل الفرقه صغيره ما فيش باستثناء بس كان مصطفى الشافعي هو اللي كان كبير فوق السن او كان اثنين بس كانوا فوق السن وكانوا بصراحه كلهم رجاله قد المسؤوليه السنه اللي فاتت ربنا كرمنا الحمد لله خدنا بطوله افريقيا بطوله دوري المرتبط في طبعا شويه حاجات حصلت بعد كده دي مش المفروض انها تبقى مشاع او تحط على السوشيال ميديا الحاجات دي كلها تتحط طبعا في تقارير في اخر الموسم على مجلس الاداره عشان يطلع الفرقه ايه اللي محتاجاه فطبعا في ناس كتير بتتكلم في المواضيع دي وهي مش حاسه ايه اللي بيحصل اصلا جوه الفرقه السنه حتى كان في جمله بتقال بتهريج في اخر الموسم لو خدت بالك ان فرقه النادي الاهلي كده كانوا بيقولوا مستشفى النادي الاهلي محطوط وقاعده فوق في المدرجات ما صحيح لان كان في مشكله كبيره كان في مشكله كبيره جدا وانا فاكر كابتن طارق خيري لعب الفتره الاخر الموسم يمكن بثلاث اربع لعيبه من 20 سنه بالظبط لان الاصابات كانت كتيره بالظبط فيعني الموضوع كان صعب جدا والناس يعني بيتكلموا من حته هم او من زاويه هم مش عارفينها هو في الاخر المدير الفني والجهاز الاداري بيقدموا تقرير لمجلس الاداره ايه اللي حصل للفرقه خلال الموسم ايه التدعيمات اللي محتاجاه دي شغله جهاز فني واداري مع مجلس الاداره صحيح. ما ينفعش ان احنا نطلعها مشاعر بالظبط كده لان ده اصلا النادي الاهلي معروف تماما احنا ممكن نبرر ونقول ولكن الموضوع بيبقى تقارير رسميه بتتكلم بتسلم المدير الفني بالظبط كده مدير اداره انشاءات الرياضيه واداره انشاءات الرياضيه بتفعل مجلس الاداره صح. فبناء عليه بيبدا مجلس الاداره بيتحرك مع الجهاز الفني على تدعيمات او اللي محتاجه الفرقه في الفتره اللي جايه بيبداوا يشتغلوا عليه صحيح ده يعني احنا بدانا فيه السنه دي بس برضه للاسف احنا معانا مجموعه اصابات اثرت علينا مع تجمع المنتخب كان في الاول فمش قادرين لازم عندكم التحدي ليكم جهاز دلوقتي هي الاصابه طبعا احنا لازم اللعيبه تجهز انا بشفق على دكتور اسامه طبعا والششتاوي الموضوع كل التحيه ليهم الموضوع بالظبط اللي هم بجد ادوا دور كبير جدا ولسه عندهم دور كبير لسه جاي تجهيز اللعيبه بالظبط الموضوع كبير يعني صحيح خليني اجي لك يا كريم الفتره اللي جايه في مسؤوليه كبيره عندنا بطولتين لسه بطوله دبي خليني اسمع ردك عن الاتهامات للفريق يقول لك ما حصلش تدعيم الفرقه ما حصلش تدعيم خلينا نفهم الناس ان الباسكت الانتقال فيه مش سهل زي اليد او الطايره او الالعاب الجماعيه اللعيب اللي بيبقى عنده الفرقه اللي عندها لعيب كويس بتموت عليه ما بتسيبوش يمشي كلمنا في حته التدعيمات خاصه انت ليك تجربه في التنقل ما بين فرقه والتانيه طبعا هو مبدئيا هو الناس بتتكلم ان هو الموضوع ان هو سهل اللي هو في قصه الانتقالات في الباسكت الكلام ده يعني تقريبا بيبقى حاجه بتبقى مره او اتنين في كل اربع خمس سنين ما تلاقي حد الموضوع بقى صعب جدا اللعيبه يعني
في الباسكت بيبقى في مثلا ست فرق كلها بتنافس، ست فرق كلها عاوزه لعبتها، هم مش يعني هناك اللعيب هناك بيبقى خلاص يعني مثلا لعيب مثلا في نادي سبورتنج هو شايف ان هو عاوز يعمل حاجه مع نادي سبورتنج، هو مش زي مثلا الكوره فالنادي الاهلي اكبر النادي وبتاع مش عارف ايه، طموح اي لاعب بيبقى في الباسكت بيبقى اللعيبه يعني اللعيبه موظفه فيها من صغير ان هم عايزين يفضلوا في ناديهم، عاوزين يعملوا تاريخ مع ناديهم هم، مش القصه ان هم يعني هم طبعا بيبقى طبعا شغف لاي حد اللي هو يجي النادي الاهلي، بس في نفس الوقت هم التفاوض بيبقى صعب جدا، وخصوصا ان هو خلاص الانديه خلاص يعني في كمان قانون اللي هو 28 سنه ده اللي هو ما حدش يقدر يمشي من النادي لغايه 8 بالظبط لغايه 28 سنه، وده برده المفروض يعني الحقيقه يبقى الاحتراف اول ما اللعيب يبقى في الدرجه الاولى خلاص يبقى في حق يبقى في بالظبط، لا في حق رعايه دي بتخلي الموضوع صعب جدا اللي هو لحد يقدر يعني، فدلوقتي الانتقالات بتبقى محدوده جدا وكمان يعني هو احنا القايمه بتاعه الباسكت برضه هي 14 لعيب قليل جدا فانت ما بتقدر يعني مش زي يعني مثلا في الكوره مثلا 30 انت مش عارفين انت بتقدر تجيب لعيبه من كذا حته، لا انت ال 14 لعيب يعني عندك الحمد لله 14 لعيب على اعلى مستوى في الاهلي، فانت بتبقى اصلا صعب جدا ان انت تغير يعني تغير بتغير لعيب الثاني ده بتبقى اصلا بتبقى يعني صحيح. يعني بتبقى محتاج تفكير كتير، مدير فني بيبقى يعني صعب جدا ان هو يغير لعيب اللي موجود اصلا في الاهلي بتاع اللي هو يجيب ثاني لعيب من بره، لازم يجي يبقى افضل من اللي موجود بالظبط بالظبط، وخصوصا ان احنا كمان في الاهلي انت مش يعني ممكن يبقى لعيب كويس جدا بره في البتاع بس ما ينفعش ما ينفعش السيستم بتاع الاهلي، وحصل يعني في حصل بتاع في حصل وكانت اسامي كبيره جدا ولاعيبه منتخب مصر وجت في الاهلي ما قدمتش اي اضافه، فدي بتبقى يعني المدير الفني هو اللي يقدر يكرر الكلام ده فاهم، فيعني وطبعا مش هنقدر نقول امثال طبعا، فهو كلامك محترم وكلام منطقي، خلينا اقول طموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره الجايه كده؟ والله انا يعني احنا في يعني في الاهلي احنا بنحب نمشي خطوه بخطوه، يعني احنا الحمد لله خلصنا دوري مرتبط فخلاص ده احنا نسيناه دلوقتي، احنا بنركز اللي احنا على ماتشات الكاس اللي هو اللي جايه ان احنا يعني من بطوله دبي ان شاء الله اللي احنا مسافرينها اللي احنا نجهز نفسنا للكاس، بعد كده نخش على السوبر وان شاء الله احنا يعني هنحاول نكسب يعني باذن الله يعني ننافس على كل البطولات وهنعمل اللي احنا علينا عشان ان شاء الله ناخد كل حاجه السنه دي الدوري والكاس وخدنا يبقى خدنا المرتبط ويبقى انهينا الموسم بقى يعني باقوى شكل ممكن ان شاء الله. كده كريم مترابطين هو ده اللي هيحقق لكم المكسب ان شاء الله. لا الحمد لله هو كويس قوي عندنا ولا يعني الحمد لله ان شاء الله. ابو النصر قول لي يعني انت طموحاتك ايه مع الفرقه؟ نفسك بتفكر في ايه؟ شبعت من البطولات ولا لسه عايز بطولات؟ لا اكيد ما شبعتش، احنا لسه بنبدا نسبه عمليه صحيح. انا نفسي طبعا ان انا اخد كل سنه دوري يعني حتى مش السنه دي بس، نفسي على طول ان انا اخد دوري، بس يعني حضرتك زي ما قلت كده موضوع الاصابات ده يعني دي حاجه بتاعت ربنا. صحيح احنا ماشيين كويس واحنا يعني لحد دلوقتي فعلا لسه ما اتجمعناش حتى في تمرين، كان فتره الاعداد كلها كانت مضروبه بالنسبه لنا، اتجمعنا قبل دوري مرتبط بحوالي 4-5 ايام بالظبط، فيعني احنا يعني يا رب الفتره اللي جايه نبقى موجودين كلنا من غير اصابات ونقدر حتى المصاب يقدر يكون رجع، وانا شايف ان احنا لما نبقى كاملين باذن الله ما فيش حاجه هتطلع من ايدينا يعني. طب خليني برضو اقول عن حته الصفقات لما اتكلمت مع كريم، انا برضو عايز اسمع رايك لان الحقيقه الناس بتقعد تقول الجهاز الفني اللاعبين الصفقات، ولازم الناس تبقى فاهمه ان في 6 فرق بتنافس على الصفقات يعني مش بس فرقه او اتنين، عايز اسمع ردك يا ابو نصر. طبعا يعني موضوع الصفقات ده لو يعني انا دلوقتي مثلا كنادي عندي لعيب مميز ايه اللي هيخليني اسيبه؟ يعني ما انا انت عايز تجيب اللعيب المميز ده عندك، ما هو موجود عندي اصلا فهو صح. كمان يعني بيمسك في اللعيبه بتاعته، غير ان زي ما كريم قال يعني انت عندك برضو لعيبه في النادي عشان اللي هتجيبه من بره ده لازم يكون اعلى مستوى من اللي عندك، فبيبقى اختيار صعب طبعا بالنسبه صح. للمدير الفني، والموضوع مش سهل خالص يعني، وبالذات كمان ان دلوقتي 3/4 اعمار اللعيبه اللي في الدوري سنها صغير صح. يعني مثلا ما فيش حد كبير بيبقى فوق السن مثلا يعني بتلاقي 2-3 كل سنه مثلا هم اللي فري صح. الباقي كله حليق حق رعايه في النادي بتاعه فما بيقدرش عنده ما ينفعش يحترف الا بعد 28 سنه ما يقدرش يمشي كده كده مش هيمشي حتى لو حب يمشي لان في لائحه بتربطه يعني احنا دلوقتي مثلا يعتبر جيل انا وكريم الثلاث ارباعه مثلا كبار في السن مثلا عشان موضوع كبير في السن فاللي بقى اكبر بقى اعتزل فيعني يعتبر السن ده لسه تحت السن 28 صحيح. لسه ما وصلناش يعني يمكن السنه الجايه واللي بعدها هنبقى فوق السن ساعتها بقى صحيح ان شاء الله الموضوع يخلص عجزت يا ابو نصر بشكرك نورتيني وشرفتيني والف مليون مبروك كريم بشكرك ونورتيني وشرفتني الله يبارك فيك وبشكر كمان رضا ولكن احنا لسه مكملين وهينضم لنا بقى كل الابطال اللي كانوا معانا من اول الحلقه عشان نعمل تقليدنا اللي احنا عودناكم بيه ويا رب التقليد ده ما يتقطعش هنقطع التورته بتاعتنا عشان يعني نحتفل بالانجاز الكبير اللي عملوه ان شاء الله ما يتقطعش الاحتفال ده ولا العاده دي نطلع فاصل وارجع عشان استقبل كل ضيوف
اهلا بحضراتكم. الحقيقه دي احلى لحظه، سيبكم بقى من الاستوديو التحليلي والورق والكلام والقصص دي، دي احلى لحظه، لحظه الاحتفال، الكاس والتورته، هم دول احلى لحظه حتى على اللاعبين الحقيقه، لان احنا كل اللي بنعمله ده عشان اسعاد الجماهير، بس الابطال لازم يتكرموا ولازم الحقيقه ياخدوا حقهم، لان العرق والجهد، احنا اخر حلقه هنا في قناه النادي الاهلي بعد الجهد والعرق اللي بيبذل سواء من جهاز فني او لاعبين، احنا في الاخر اللي لازم نبروز ده للناس، لازم يعرفوا قد ايه الناس دي بتتعب والناس الحقيقه دي بتبذل مجهود، وطبعا مفيش فرصه احسن من كده ان احنا نعبر عن امتناننا وشكرنا لقرارات النادي الاهلي للابطال، وبنشكرهم، واقل حاجه العاده اللي احنا عودناكم عليها هي طبعا قطع التورته بعد كل مكسب وكل كاس بيخش النادي الاهلي في العاب الصلاه. هستاذن ابطالنا يشاركونا كلنا، يعني نبتدي كليه، اتفضل يا سيفو كابتن رضا. مش هنيجي على الصوره بقى بتاعت اللعيبه، بس هناخد من الطرف كده من عند الايه؟ البرواز الاحمر. الف مبروك يا رجاله، الف مليون مبروك، بشكركم وبشكركم على المجهود تاني اللي انتم عملتوه وشرفتونا ونورتونا في قناه النادي الاهلي. طبعا هستاذن من الساده المشاهدين، طبعا هنطلع يعني بعد البرنامج بقى ناكل التورته، وبشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم، وان شاء الله يكون في بطولات كتير جايه ونحتفل بيها، عندنا السنه دي مليانه بطولات الحقيقه، فيعني ان شاء الله يكونوا رجال العاب الصالات سواء طبعا سله وطايره ويد او حتى الالعاب الاخرى يكونوا على قدر المسؤوليه، وربنا يا رب يكتر افراحنا وبطولاتنا. بشكركم شكرا جزيلا، فالى لقاء تاني واخر مع ملوك الصالات ومنافسات واحتفالات جديده ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.
الدنيا اتحلت نسر لدينا. الأهلي